بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله تعالى في اليوم الخميس مع المحاضرة الرابعة والأخيرة بعنوان التجارب مادة التجارب ومؤسسات الخيرية والإنسانية عنوان المحاضرة الوصف الوظيفي للمسؤول مع الدكتور هاني البنا رئيس منتدى العمل الإنساني العالمي ومؤسس الإغاثة الإسلامية ميت أهلا وسهلا فيك دكتور يا أهلا وسهلا متشوقين جدا لهذه المحاضرة بارك الله بكم نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم طيب شكرا يا أخت مؤمنة وشكرا للمنصة بتاعتكم رواد إن شاء الله والنهاردة قلت ما أعمل محاضرة مش تقيلة زي محاضرة الأسبوع اللي فات أو اللي قبليه آه يعني المحاضره الثانيه او الثالثه آه وتكون خفيفه عشان ادي فرصه اكتر للأسئلة واتمنى ان الشباب اللي موجودين انهم يسالوا لان لو ما فيش سؤال يبقى ما فيش تفاعل يبقى كتير جدا من الشباب مش قادرين يوصلوا الرساله او توصل لهم الرساله آه اليوم او اليوم او امس كان اللي هو اليوم العالمي للعنف ضد المراه مش كده أخت نعم نعم <applause> طبعا انا بوجه رساله ان العنف ضد المراه ده موجود في اي اعتداء على اي دوله في العالم واي حرب اهليه او اي عنف عسكري سواء كان في سوريا سواء كان في اليمن سواء كان مع اليوغور في الصين مع الروهينجا في ميانمار مع كشمير في كشمير، في الهند، في كل مكان في العالم مش فقط المرأة العنف ضد الإنسان، كل الإنسان في كل مكان وفي كل زمان، واحنا المفروض نسا... نعالج أسباب العنف مش نعالج أزا... اللي هو أعراض العنف وللأسف يعني احنا بنعالج أعراض العنف وأعراض اللجوء وأعراض النزوح ولكن ما بنعالجش الأسباب الحقيقية لمثل هذه المشاكل نبدأ في المحاضرة اليوم والعنف ضد المرأة بس قبل ما أكمل قبل ما أبدأ ما هوش يحتفل بيه في يوم وكل كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة العنف ضد الطفل والعنف ضد المجتمع والعنف ضد الجيران إلى أخره إلى أخره إلى أخره طيب نبدأ ونتوكل على الله ليه أنا اخترت العنوان المحاضرة دي كلها؟ علشان كل واحد فينا يعرف مسؤوليته جميل كل واحد فينا يعرف مسؤوليته بمعنى إيه؟ كل واحد فينا عايز يبقى مدير وعايز يبقى رئيس وعايز يبقى وزير وعايز يبقى مش عارف رئيس مجلس إدارة لكن انت عارف المسؤوليه الموضوع على على رقبتك او رقبتك يا اختي الفاضله هي ايه؟ ده اللي احنا هنناقشه النهارده باذن الله سبحانه وتعالى. الشريحه الثانيه ده الفهرس اللي انا عملته امس في سبع نقاط يعني اساسيه في داخل الفهرس من اهم هذه النقاط اللي هي النقطه رقم ثلاثه اللي هي الثقه عنصر الثقه مهم جدا. أول نقطة من هو المدير سواء كان مانجر أو كان اللي هو دايركتور أو كان سي أو اللي هو تشيف اوفيسر أهم خاصية من خصائص شخصية المدير هي الثقة أه، نمرة أربعة مسؤولية وخصائص شخصية المدير أنت عايز تبقى مدير أنت عايز تبقى مديرة طب تعالوا بقى نقول لكم تكونوا إيه قبل ما تبقوا مدير ومديرة إلى آخره المشكلة بقى فين بقى دي نمرة خمسة وبعدين إيه الحل وبعدين الخاتمة الشريحة الثانية دي كلمة أنا قلتها غير مأثورة طبعاً كلمة أنا قلتها ليس كل من يدير يصح أن يكون مديراً أو ليس كل من ك... من كانت تدير تصح أن تكون مديراً أنا ما... أنا مؤمن كده يعني من من علامات الساعة الصغرى أن يوصل الأمر إلى غير أهله ومنها اللي هي توسيد الامر غير اهله ده بنتكلم عليه ده مين بقى هو المدير او المشرف العام او الموجه او رئيس المؤسسه اتفضلي احنا عندنا اثنين انواع في اللغه العربيه اسمهم مدير اسف يعني واحد اسمها مدير تنفيذي اللي هو المانجر بالانجليزي او الاكسكتيف مانجر بالانجليزي ده مسؤول عن اداره العمليات التنفيذيه داخل المؤسسه عمليه تنفيذيه يعني ايه يبقى ايده كده في العمليات داخل مع الموظفين ومع الحسابات ومع كل حاجة وهو مراقب هو مسؤوليته مراقبه واداره الامور التنفيذيه اليوميه اللي بتقوم فيها مؤسسة على مستوى على حسب المستوى الاداره بتاعته او بتاعتها يعني ده اللي ب... ده المدير ده او المدير دي اللي بت... بتمشي المؤسسه من الداخل يوميا اللي هي بنسميها اللي بتعمل اكسكيوشن للديسيجنز اللي هو بتدير الموظفين. النوع الثاني من انواع المدراء باللغه العربيه وباللغه الانجليزيه السياحه اللي بعد كده بنجد ان في بالانجليزي اسمها دايركتور او تشيف اكسكتيف اوفيسر الدايركتور ده يعني ترجمه كلمه دايركتور يعني توجيه الموجه او المشرف العام يعني ال 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 المستوى ده مش مستوى تنفيذي مستوى توجيهي للادارات العليا كانك انت قاعد في في الكرسي الاول من العربه وبتسوقها وبتاخد اليمين وشمال تقول له امشي يمين امشي شمال الى اخره يبقى المانجر يختلف عن الدايركتور المانجر اللي هو بيدير العمليات التنفيذيه والدايركتور اللي هو بيوجه المؤسسه وبيشوف هل الاداره التنفيذيه ملتزمه بالاهداف والرؤيه والاستراتيجيات ولا لا وهم بيدير فقط المدير اللي فوق ده سينيور دايركتور او نحن نعم بنسميه لو تشيف اكزيكتيف اوفيسر ده بيدير الاداره العليا فقط ملوش دعوه بالادارات الايه اللي, إيه اللي الأقل منها واضح يا شباب عشان هو حبوا تسالوا في بعد كده تبقوا تسالوا الشريحة اللي بعدها يا, أمي يا مؤمنة. ايه بقى خصائص الشخصية اللي نفرض ان الاخت مؤمنة عايزة تبقى مديرة. او الاخ محمد او علي او حسن او اي حد فيكم عايز يبقى مدير. ففي كلمة قالها اعتقد اللي مش مثلا اما ترامب او او باراك اوباما قال انني ساعيد بناء الثقة. اول حاجه قالها في كلمته مره اخرى ثقه مين ثقه الشعب فيه هو كرئيس جمهوريه امريكا وثقه الشعب في الحكومه بتاعته ده مرة واحد والامر الثاني هيعيد بناء شخصيه الدوله لان كل دوله وليها شخصيه كل دوله وليها شخصيه كل مؤسسه وليها شخصيه كل جريده ولها شخصيه كل كل شيء له شخصيه دي اول كلمه قالها في الافتتاحيه بتاعته ساعيد بناء الثقه مره اخرى يبقى الثقه دي اهم خاصيه في ال17 خاصيه اللي احنا هنحطهم في شخصيه المدير اللي هو المدير سواء كان بقى مدير دايركتور او اي مدير من المدراء ولذلك انا أفردتها لوحدها وحطيت فيها ست خصائص للشخصية للثقة. أول حاجة إنك أنت تثق في نفسك وفي مقدراتك وفي قدرتك. ما ينفعش تدير وأنت ما عندكش ثقة في نفسك. وأنت مهزوز أو أنت مهزوزة. أبداً ما ينفعش. نمرة اتنين تثق في اللي حواليك من العاملين. من الحارس الى المنظف الى كل المدراء اللي في المؤسسه في الداخل لان هم دول الفريق العمل بتاعك اللي هينجحك او اللي هينجحك يبقى لازم تكون في في اليه في الثقه موجوده ومتبادله دي ثلاثة اثق في المؤسسه بتاعتي يعني انا اللي انا واقف يعني مش بس واخد المؤسسه دي كوظيفه تديني مرتب وسمعه وكذا لا اثق في اهداف المؤسسه قبل ما التزم بيها، أو نخش فيها، رسالة المؤسسة، قيم المؤسسة، القيادات اللي موجودة في المؤسسة على مستوى مجلس الأمناء أو الإدارات العليا، المتطوعين حتى اللي بيشتغ... اللي بيجوا إيه عندنا في المؤسسة. يبقى الثقة بتنزل لمستوى العمال والمتطوعين. دي نمرة ثلاثة. عنصر الثقة أيضاً بيمتد للمجتمعات اللي إحنا بنشتغل فيها. أنا عايز أنزل أشتغل في أثيوبيا مثلاً. وهي منقسمه وبتحارب في حرب ما بين تجراي ومن الحكومه المركزيه وكذا 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 لابد انا كمؤسسه محايده حياديه ما يكونش عندي اي انتماء لاي فصيل من المتحاربين لكن اثق في الجميع فالمجتمع اللي انا بشتغل فيه لو شعر ان انا ما عنديش ثقه فيه لن يفتح لي ابوابه سواء كان مستوى الشعبي الجماهيري الاجتماعي او على المستوى الحكومي كل مؤسسات اوف كورس في الاخر من خمسه طب في ربي طبعا سبحانه وتعالى يعني ثقتي في الله تكون كبيره لان النجاح هنا في المناطق دي بيكون مبني على ركزتين المهنيه والحرفيه والقدره زائد توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى يبقى المعادله بتاعت ربنا من اول يوم معانا ان ربنا هيوفقني لان انا قمت باللي عليا نمرة ستة أثق في الدروس المستفادة اللي أنا تعلمتها من كل واحد في المؤسسة أو خارج المؤسسة أثق فيهم كل هذه الدروس يبقى الثقة هنا عنصر مهم جدا 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 في عند أي موظف داخل المؤسسة خاصة إذا كان هذا الموظف هو المدير الكبير اللي موجود عندنا داخل المؤسسة نخش بقى نكمل باقي خصائص شخصيه المدير كبير قوي ده طالما طيب كلكم عايزين تبقوا مدراء بسم الله ما شاء الله تبقوا وزراء بسم الله ما شاء الله تبقوا روح. يعني سا... طب تعالوا بقى شيلوا بقى احنا يعني خلصنا الثقه يكون عنده خبره وعلم ودرايه بالعمل كتير جدا في بعض الدول الخليجيه مع احترامي ليهم كلهم يقول لك اصل ده كان شغال في شركه بتروليه او شركه غاز وانا مالي انت بتشتغل مع الغاز مع البترول. انت بتشتغل مع الطوب والحجاره، انا بشتغل مع بشر هنا. فبالتالي ليس ما نفع مع الشركات الغازيه البتروليه الرمليه يستطيع يعني ان ينفع مع المؤسسات الانسانيه. قد تكون اسلوب الاداره قريب لكن اللي بيدير طوب غير اللي بيدير بشر. يكون عنده علم بال بال بالمهمه اللي هو هيقوم بيها، بالتخصص اللي هيقوم بيها، لان العمل الانساني والعمل الخيري والعمل الاجتماعي تخصص زي الطب والهندسه والزراعه والمياه وكذا وكل الحاجات دي كلها. يكون عنده فكر بابعاد العمل اللي احنا بنتكلم عنه ده. كل ابعاد هذا العمل ومجالاته ومساراته. دي نمره اثنين. لما تلاته يكون عنده حسن استماع لما حد من الموظفين يكلمه يستمع اليه بغض النظر كان الموظف ده يعني يعني من المدراء الكبار او خادم او وسواء أو, أو, او الى اخره ويستوعب ما يسمعه ويستجيب ويستفيد من كل حاجه يسمعها من ايه من الموظفين اللي عنده او ما الاخرين. نمرة أربعة من, من نور بعمل خصائص الشخصية دي يا شباب طالما انتوا عايزين تكونوا مدراء الصبر مع اللين والحلم مع الرؤية تكون صبور ولين مع كل الموظفين لأن أنت شكلك بيرعب خايف أنا مرة من المرات كنت ماشي في الكوريدور واحد سمع صوتي وقفلت النور كان هو في الحمام فما قدرش يتكلم في الحمام وللاسف يعني غرق نفسه وهو بيقضي حاجته. فده ما ينفعش بالطريقه دي. لابد يكون في صبر ولين وحلم ورؤيه. لابد الشخص المدير ده يكون قبل ما يحط رجله في المؤسسه عارف المؤسسه دي ايه. وعارف دوره فيها ايه. وعارف ان دوره محوري. بيقرا التاريخ بتاعها وقرا اهدافها وعارف رؤيتها وعارف استراتيجياتها وعارف فكرها وعارف شركائها وعارف رسالتها وعارف انتشارها الجغرافي وعارف الفكر بتفكر فيه المؤسسه علشان تحاول تساعد المجتمعات. ما ينفعش حد كده يجي من شركه بتروليه او شركه اسمنت ومسلح وحديد او مواصلات وينط كده عشان هو كان بارع ومبدع هناك هيبقى بارع ومبدع ما ينفعش. والفكر بتاع المؤسسه عقيدة وكل مؤسسه ليها عقيده كمان وليها قيم. يكون المدير عارف شخصية المؤسسه زي ما انا قلت. شخصية الدوله، شخصية المؤسسه، شخصية النادي، شخصية المشروع، كل هذه الاشياء لابد المدير يعرفها ويعرف اركان الشخصية بتاعت المؤسسه اللي بيعمل فيها قبل ما يحط رجله داخل المؤسسه. يكون عنده آه بيتفقد العمال اللي عنده دائما صباح الخير صباح النور يعدي على المكاتب ازيكم كذا 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 عشان الفجوه ترجم والالفه تبنى والتواصل يكون ممتد دائما بين الكبار والصغار يكون في تواصل علشان الناس ما, تعمل ما تحطش كده حاجز حديدي او اسمنتي او خرساني بين المدراء الكبار وبين اللي هم صغار الموظفين. يكون مؤمن بايه القطاع اللي بيشتغل فيه. انا بشتغل في المواصلات ابقى هبص على قطاع المواصلات عشان عايز انمي قطاع المواصلات من خلال تنميتي للشركه اللي انا بشتغل فيها داخل هذا القطاع. ميه وهكذا، زراعه وهكذا. يبقى بالتالي الايمان بقيمه القطاع الخيري الانساني التنموي المجتمعي. لقيمه وقيمه عظيمه ذكرت في كل الكتب السماويه. الامر مش وظيفه. سامعين يا شباب اللي عايزين تبقوا مدراء؟ شايفين صباعي يلوح لكم ازاي؟ الامر ليس وظيفه او مرتب او مركز اجتماعي عشان اتجوز بيه او كذا لا الإيمان أيضاً بأن مؤسستي لابد أنها تكون حيادية ولا تنحاز لما ما أنا قلت قبل كده في الصراعات إلى هذا الفصيل أو إلى هذا الفصيل يكون عندها شفافية في كل مشاريعها في كل أدبياتها في كل مراجعاتها يكون عندها مرجعية مرجعية كل إدارة الإدارة الأعلى منها ومرجعيتها الحكومة ومرجعتها المجتمع يكون عندها محاسبيه مين بيحاسب مين معروف واضح جدا مين بيحاسب مين ما فيش حد في الموظفين مهما كانوا يكون فوق المحاسبه الايمان بالتواصل تواصل داخليا ما بين الموظفين والادارات بعضهم تواصل بين الاجيال تواصل بالمجتمعات تواصل مع الحكومه مع مؤسسات اخرى الى اخره التسبيك مع مؤسسات اخرى بناء شركات وتحالفات الى اخره كل الحاجات دي لان انت هتراجل انت هتبقي مديره كبيره يا اخت مؤمنه ما ينفعش كده تيجي تقعدي بس عشان تقعدي على المكتب لا ان شاء الله دكتور الله يسمع منك ان شاء الله وكل اللي بسمعه لابد نتاهل لكي نصبح هذا الرجل او هذه المراه يعني انا دايما بذكر انجيلا ميركل لان انا بحترمها جدا لدرجه يعني بحبها كمان كشخصيه بسم الله ما شاء الله تواضع يعني فيها اخلاق اسلاميه غير عاديه غير عاديه غير عاديه واستطاعت انها تست... يعني يستقر الاقتصاد عندها لمده 14 سنه او 16 سنه دول والاخر تركت المك... المركز بتاعها ما استمتتش على انها تبقى ابد الدهر ما فيش حاجه اسمها ابد الدهر وغيرها احنا بقى عندنا في تابيد وفي ابديه وفي سرمديه وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا الكلام ما ينفعش يكون هو او هي عندها القدره على البذل في الوقت والجهد والمال والعطاء والتضحيه والإثارة وتحمل عناء شخصيه شخصيه تعتبر هي القدوه اللي بتقود الركب يكون او تكون مؤمنه بالتمكين الشباب وتفويض الشباب ما شاب هيتعلموا امتى؟ لما هي تمشي وتسيبه وتحل على المعاش او هو يمشي لا لابد يمكن الشباب ويفوض الشباب وهم وانت كمدير او انت كرئيس موجود في مكتبك. يكون عندها أو عنده القدره على عن المعايشه لما يسافروا مع بعض الشباب يحسوا انهم عايشين مع شخصيه سهله، لينه، حليمه، كريمه. اي حد يكلمها اي حد يسالها ما فيش شكليات ما فيش حواجز يكون عنده المعايشه ده يتعايش مع مين مش بس مع الموظفين اللي معاه لا او مع الموظفين اللي معاه مع المستفيدين اللي هم اصحاب المال الحقيقيين من الفقراء والمساكين واليتامى والارامل يكون هو او هي يعني عندها القدره على التعلم لابد يتعلم يتعلم كل يوم يقول عايز اتعلم حاجه جديده عايز أعلم حاجه جديده عايز افكر في حاجه فكره جديده اجيبها المؤسسه دي من الخصائص الشخصيه في الوصف الوظيفي للمسؤول سواء كان مسؤول صغير او كبير اتفضلي يا اخت المؤمنه اه دي مهمه جدا التقدير والاحترام حتى مع من تختلف معاهم في الاراء ده يعني وكانه من المعلوم بالدين بالضروره في الدين بالضروره من المعلوم من الدين بالضروره خلاص سواء كان من ابناء المؤسسه بتاعتك ابناء المجتمع او ابناء المؤسسات المنافسه معك لابد تقدير واحترام في نفس الوقت تحفز مين تحفز الموظفين اللي عندك تحفز المتطوعين تحفز زملائك تحفز الفقراء والمساكين هم ان هم يستطيعوا انهم يخرجوا من مرحله الفقر والعوز الى مرحله الانتاج والمنح ده هو كده مسؤوليه لذلك ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فبين ان يحملناها رفضوا يشيروا المسؤوليه لانه عارفين الجبال عارفه ابعاد المسؤوليه اللي انا بقول عليها دي كلها يكون المدير او مدير عندها بعد نظره لو الرؤيه وعندها حكمه يعني تعلم والحكمة قد تكون حاجة ربنا بيعطيها لنا احنا أو نتعلمها التروي وعدم التسرع وإطلاق العيارات النارية في التصريحات الخزعبلاتية بنلاقي بعض المدراء كده يطلعوا تصريحات خزعبلاتية وبعدين يندموا عليها بعد كده نمرة 15 في شخصية المدير في الوصف الوظيفي بتاعته يكون دائم الاطلاع او دائمة الاطلاع على ما يحدث الان في اي مكان في العالم عشان يفهم ايه اللي بيحدث عشان يستطيع يتخذ القرار هو واقرانه من المدراء الاخرين فيستنبط ويستخرج الاحكام ويبتدي يقود المسيره من خلال معرفه ودرايه وعلم نمرة 16 معرفة واحترام ايه؟ الثقافات أنا بيشتغل معايا ناس مش مسلمين. من كل الديانات الأخرى. وفي داخل الديانة الواحدة ثقافات مختلفة. وفي داخل الثقافة الواحدة مذاهب مختلفة، إلى آخره. فلا بد أحترم ثقافة وقيم وأخلاقيات كل من أعمل معهم، سواء كان في المؤسسة في الداخل أو في المجتمع القريب مني أو المجتمعات الأخرى. واخيرا وليس باخر يكون عندي القدره كمدير او مديره يا اخت ام مؤمنه ان انا امثل المؤسسه امثل مؤسسة المحافل الدوليه استطيع ان اتحدث بلغه او اثنين او ثلاثه استطيع ان انا اوصل الافكار الى الاخرين بسلاسه استطيع ان كل العروض بتاعتي تكون مقبوله من الاخرين في طريقه عرضي لهم واتدرب في هذا الموضوع 17 نقطه تؤهلك او تؤهلك ايها الشاب الجميل والشابه الجميله الى ان تصبحوا ان شاء الله مدراء ان اتبعنا هذه ال 17 نقطه. طيب حدوته بقى طب فين المشكله بقى؟ فين المشكله بقى يا اخت مؤمنه؟ فين المشكله يا ام الشام؟ فين المشكله يا يا شباب وهكذا حاتم يا كردي او يا حليم او يا ك... الشباب اللي كان بيكونوا معانا كل كل جلسه دول خد بالك مشكله هنا بقى ان المدير الكبير ده ما بيقومش بدوره بيقوم بدور المدراء الصغيرين ودي انا شفتها بام عيني على نوك ادي اجي عيني وادي امها اللي جوه دي كان لنا مدير في كبير في أحد الدول الغربية فرنسا كنت أخش عليه على ألاقيه ماسك يفتح الجوابات أقول له يا ابني أنت المفروض تقعد مع ساركوزي أو جيسكاردستان أو كذا لا 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 أنا عايز أعمق ده مش دورك مش دورك تفتح الجوابات مش دورك المهم يقوم بالدور اللي بيقوم اللي أقل منه بيه في رئيس جمعية تانية في مكان ما في الخليج اختلفت معاه لانه حب يمشي كل الامور عن طريقه هو قلت له ده مش دورك انا عندي اداره الاغاثة خلي مسؤول الاغاثه عندك يبقى مسؤول الاغاثه وانا وانت نفكر في استراتيجيه للجمعيتين مع بعض قال لا انا ما اتكلمش الا معاك انت قلت له انا مش فضيلك الاغاثه يبقى اغاثه التنميه يبقى تنميه الحسابات يبقى حسابات وهكذا فما المدير الكبير قوي 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 ده ينزل تحت ويقوم بدور ايه؟ المانجر ده مصيبه ده طب انا بديك الفلوس الكتير دي عشان ايه؟ عشان تبقى سكرتير ولا تبقى مانجر ومرتباتهم كبيره جدا او اقعد انا لمدة على السؤال كل تحويل لا ما فيش تحويل هيعدي من تحت ايدي لما اشوفه انت وظيفتك ما تعملش كده انت وظيفتك توجه المؤسسه وتدير دفن المؤسسه من فوق وتفوض من وثقت فيهم تحت ان هم هم اللي يديروا العمليات التنفيذيه. آه ال 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 الاجازات. الموظفين انت مالك انت بالاجازات؟ انت مالك بالاجازات؟ تشيل المدير ليه هو؟ خلاص وفي العقد بتاعه ليه 10 ايام 20 يوم 50 يوم في السنه خلاص ما لكش دعوه انت بيها. اتدخل في كل حاجه بيقوموا تنفيذيين بيه التنفيذيين. مش مشكلتك انت مش دورك ما فيش قرار في المؤسسة يطلع الا عن طريق انا امضي عليه يبقى على الورقة كده زي ما احنا بنعمل كده اهو كل مرة بنقول يا شباب بنعمل كده الورقة دي ها شايفين الورقة دي كده ها عليها 15 توقيع بس لازم التوقيع يكون موجود مش مشكلتك انت انت فوضت فاترك التفويض لاهل الايه التنفيذ عدم اعطاء صلاحيات التفويض يبقى كل اللي هيكونوا معاك هيكونوا امعات لن ياخذوا اي مبادره. دي المشكله هنا. يبقى انت بتربي قطيع من الامعات حتى الموافقه على حضور مؤتمر يقول لك لا مش فض... مش ما... ما... ما ينفعش انت تروح، وانت مالك انت؟ مش كل مدير اداره ليه ميزانيه؟ ميزانيه لكل, لكل الانشطه دي كلها. تتدخل انت ليه يا كبير دي المشاكل اللي بتحصل عندنا اللي احنا واخدينها من النظام البيروقراطي اللي خرجنا بيه من الدول اللي احنا خرجنا منها بعد كده يا مؤمنه الشريحه الثانيه آه. انت اللي تقعد بقى تفتح وتقرا رسائل مش انت مش انت اللي تفتح في حاجه اسمها سكرتاريه في حاجه اسمها ادارات ويجيبوا لك الرسائل المهمه اللي هم ما يعرفوش ياخدوا فيها قرار يبقى السكرتيريه دي بتوزع الرسائل دي على المدراء الكبار لكن مش انت اللي تقعد تفتح الرسائل وتوزع انا ما بدفعلكش المبلغ الكبير ده عشان تقعد تفتح الرسائل انت اما تاخد في بعض الاحيان قرارات بتغور بترجع للمجلس الاداره بتاعك حد كلمك في التليفون طب يلا عنتر عنتر ليه تبقى عنتر مش في معاك اربعه او خمسه من مدراء الكبار انت رئيسهم قالك حاجه زي كده هو اعمل معاهم اجتماع اشيروا علي ايها القوم استقالة القيادات بنرجع للمدراء المباشرين كمان دي حاجه أس... أصف... انيل دي انيل انا اسف يعني دي بقى اسوأ واسوأ واسوأ انا باخد قرار في قسم معين بدون ان اخبر المدير المباشر دي مصيبه سودا دي مصيبه سودا واللي بعدها زيها بالظبط تخطى صلاحيات المدراء التنفيذيين من خلال التواصل المباشر مع مرسين تلاقي المدير الكبير كده ايه رفع سماعه التليفون اه ما آه، آه. انت مش موجود هو طب تعالى يقعد مع موظف صغير انت مالك انت ده مش دورك يبقى اما يجي المدير بتاعه لا في حاجه حصلت طب وانا مع انا انا قاعد طرطور ولا ايه؟ عدم الالتزام بالميزانيات والاستراتيجيات والاهداف والخطه السنويه او الاستراتيجيه ده بيقفل المؤسسات بيخلي المؤسسات ها يحصل لها مش فساد فقط يخلي المؤسسات تغلق 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 تغلق, تغلق بتفلس المؤسسات تبقى سمعتها زي الزفت بيدخل نفسه في مشكله بين موظفين مع بعض موظف من القسم الف موظف من القسم ب اتخانقوا مع بعض كلموا مع بعض مش عارف انت مالك انت في انا مدير الموظف ده في مدير الموظف ده الموظف ده هيكلم مديره وده هيكلم مديره والاثنين هيقول لك ايه طب روح لمين روح للي هم الجماعه بتوع هيومن ريسورسز او بتوع الاداره اللي هي بنسميها الموظفين شؤون الموظفين يحل المشكله دي انت بتخشش انت بتخش في الحاجات دي كلها لان مش دورك يعين بعض الناس بالتليفون من غير ما يرجع للاداره بتاعته ومن غير ما يحترم الهيكليه كل هذه الاشياء ها انا شفتها بعناية الاثنين والأسف بعضها مازال زال يحدث إلى الآن بعضها مازال زال يحدث إلى الآن وغيرها لو احنا عددنا المشاكل اللي بتنتج عن ان الراجل الكبير جدا ده بيخش في تفاصيل مش بتاعته بيقوم باعمال مش بتاعته هتلاقي كتبنا فيها كتب يلا يا مؤمنه الحل ازاي بقى؟ اتكلمنا عن خصائص شخصية المدير. اتكلمنا عن نوعين من أنواع الإدارة المدير التنفيذي والمدير التوجيهي. واتكلمنا عن المشكلة نقول لازم نبص حل. أول شيء يا شباب مهما كانت مؤسسة صغيرة ولا كبيرة لابد يكون لكل وظيفة وصف وظيفي بخصائص معينة بمهام معينة. من المنظف ومن الحارس ومن السواق الا رئيس المؤسسه. وكل وظيفه وكل رئاسه وكل اداره لها صلاحيه محدده. يعني مثلا انا عندي وحده معينه رئيسها فلان. صلاحيته يعمل خمس حشاء. مش هتدخل في صلاحيته. الا لو حصلت مشكله لكن يترك لينفذ صلاحياته وهكذا يعني في في الوظيفه الوصف الوظيفي في مسؤوليات في واجبات وفي صلاحيات طب انا هشتغل ازاي؟ انت يعني بتقول أعمل،, اعمل 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 طب اديني صلاحيه لابد ادي للموظف صلاحيه ولمدير الاقسام والمدارات والوحدات صلاحيات ايضا في كل وظيفة صغيرة وكبيرة لابد نعمل خطة سنوية بميزانيات محددة مثل المؤسسة ككل وانا الى الان بقول لكم يا شباب ان في مؤسسات كتيرة كتيرة ما عندهاش ميزانية سنوية مقسمة على الاقسام والوحدات والادارات والقطاعات عمل خطه سنويه بميزانيه محدده لكل وحده داخل مؤسسه مش لكل قطاع واعطاء الصلاحيه لمدير هذه الوحده بانفاق هذه الميزانيه وفق الاهداف المحطوطه والمشاريع المحطوطه والاستراتيجيات دون الرجوع للمدير الاعلى منه لإن خلاص مجلس الإدارة ومجلس الأمناء وافقوا على النص مليون دولار أو نص مليون دينار أو نص مليون ريال اللي هم ميزانية الوحدة ألف أو الخمسة 5 مليون اللي هم ميزانية قطاع ب، ما أنا مش هرجع لك تاني إلا في استشارة أنا أرجع لك بيها لكن أنت ما تدخلش بقى صرفت أو ما صرفتش بقى بيني وبين الحسابات لإن الحسابات عندها ميزانيتي وعندها اهداف المشاريع اللي عندي فبتراجعني معاها. عمل خطه سنويه بميزانيات محدده لكل واحد داخل المؤسسه وفق واهداف المؤسسه تسعه احجام. عمل ميزانيات قلنا عليها كذلك مراجعه الاداء دوريا لابد الراجل الكبير ده بيراجع اداء مين؟ مش كل واحد بقى من الكبار، لا الكبار بس اللي هم المجلس بتاعه. وكل واحد من اعضاء المجلس دول مجلس المدراء الكبار دول بيراجع الادارات الصغيره تحته وكل اداره بتراجع الاداره بتاعتها ممكن تقدم تقارير ادبيه دوريه انت أشهر ست اشهر لكن بيتقدم في الاخر اللي هو بيسموه اللي هو مش عارف بالعربي اسمه ايه اسمه كي بيرفورمانس اندكيتور اللي هو البيرفورمانس اللي هو الاداء اداء اللي هي مؤشرات الاداء عشان نراجع كل الناس دول كلهم نرجعها لابد لابد في الحل يكون في برامج تدريب انا اعرف مؤسسات للاسف زرتها في التسعينيات نفس الموظفين كانوا موجودين لغايه 2018 و17 و16 قبل كوفيد لم يتدربوا ولم يؤهلوا ولم يمشطوا وجاء مدير جديد فصلهم كلهم لانه اصبحوا خارج التاريخ بس مش هم المخطئين المخطئين المدراء اللي جم قبل المدير الجديد اللي ما عملوش لا تاهيل ولا تدريب لكافه العاملين. وتطوير تطوير ليهم. ايجاد وسائل لتقديم اقتراحات انا مثلا عندي آه عايز اخذ مقترحات جديده اما عن طريق الاقسام مباشره او عن طريق الصناديق مباشره في اداره الاقتراحات والشكاوي كذلك اداره الاقتراحات والشكاوي اللي يا مؤمنه عقد لقاءات دوريه على مستوى الوحدات يعني ايه لقاءات دوريه؟ يعني مثلا احنا عايزين نجمع المؤسسه بتاعتنا عشان الموظفين كلهم يقعدوا في نفس الغرفه وكل قسم يتكلم عن انجازات القسم بتاعته او المشاكل اللي بتواجه القسم بتاعه فيقعدوا مع بعض عنهم بعض لنفرض ان احنا عندنا يوم السبت او مش السبت يوم, الـ يوم الـ الثلاثاء مثلا 15 ديسمبر اجتماع الادارات كلها ففي اربع ادارات هتقدم تقارير وانجازات فييجوا وأنا عندي ست سبع أدارات ممكن فيهم في يوم 15 ديسمبر ده أربع أدارات يقدموا و 15 يناير أربعة تانيين يقدموا الجو الجميل في الجلسة دي إن الكل بيتعلم الثاني بيعمل إيه ده في يا شباب مؤسسات يبقى الاثنين الإدارتين في نفس الـ 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 الطابق ومش عارفين الـ الـ الإدارة دي تعمل إيه وازاي بتعمل إيه بالعكس ده في بعض المؤسسات الموظفين اللي في نفس القطاع مش عارف ايه الشخص اللي جنبه بيعمل ايه اصبحت عزب عزب كل واحد بيخبي على نفسه عقد الاقاعات دورية على مستوى الوحدات الادارات والقطاعات والمؤسسات تعمل التالي بس الانجازات واخفاقات كل اداره شفافيه مسألة المدراء انا هسال المدير ده ممكن يكون حاضر للجلسة دي واحد من العمال وسال سؤال تعتقد انه غبي لكن من حقه انه يساله. من حقك غصبنا عنك تجاوب عليه. استفاده من تجارب القطاعات المختلفه والمؤسسات الاخرى. مناقشه مبادرات جديده. ده في اللقاء الايه الكبير الكل هيكون قاعد فيه. لما ثمانية عمل برامج تاهيليه لابد أأهل الموظفين اللي عندي. سواء كانوا صغيرين او كبار في السن. سواء كانوا رجال او نساء لبناء قيادات مستقبل من داخل المؤسسه من خارجها لكي نستطيع ان نحدث ثقافه جديده داخل المؤسسه لم تكن معتاده عليها من قبل وكذلك كنا نستطيع ايجاد قيادات تكون قادره على استيعاب المتغيرات والمستجدات التي وقع فيها المديرين من قبل في ثمان نقط هنا اعتقد في كمان نقطه يا اخت مؤمنه ايوه النقطة التسعة دي بقى هي نقطة بيت القصيد اللي هي الجديدة. تسعة يا يا مؤمنة. أنا هكتب وصف وظيفي جديد لكل الموظفين اللي موجودين عندي. من المنظف والحارس والسواق إلى رئيس مجلس الإدارة. هقسم الوصف الوظيفي ده منهجيا ما بين اللي هو التنميه الذاتيه من خلال اعطائك جزء من الوقت لتنمي نفسك ذاتيا والدور اللي انت بتقوم فيه في المؤسسه، فاذا كنت انت دايركتور سينيور دايركتور او منسميه الكبار دول فانا هديك ستين ل 70 في المئه من الوقت لان انت وظيفتك هتعمل الخمس نقط دول. بالاضافه الى 30 40% اللي هتدير فيها المجموعه اللي انت قاعد معاها في المؤسسه. ايه بقى الخمس نقاط دول او الست نقاط دول؟ اول حاجه لابد تقرا وتحلل تكتسب خبرات كل يوم عشان عشان ايه؟ عشان انت قاعد تجيب الحاجات دي المؤسسه. تسافر وتطلع اللي بيحصل في العالم ده كله ايه؟ في المؤتمرات والزيارات وكانت ترجع تاني تجيب لنا الحاجات دي كمؤسسه. تكتب لي اراء جديده مبادرات جديده ورؤى جديده لان ده دورك انت القمه بتاعت المؤسسه تتعرف على الفرص المتاحه الجديده والمخاطر المحتمله هتواجه المؤسسه تبني شراكات تحالفات تحصل على دعمات ماليه ومعنويه وتأييد مجتمع شعبي دول هيساووا في 70% من وظيفه الرجل او المراه لقمه الهرم الاداري وال 30 في 40% هيقعد فيها مع المجموعه من المدراء عشان ايه يديروا المؤسسه من كامل يوجهوا المؤسسه. ده بالنسبه للدايركتورز او بالنسبه لهم الطب مانجمنت. اتفضلي. اثنين اللي بعد كده. مؤمنة اكتشاف انت بقى يا كبير انت انت في ال 60 70% من دول دول تكتشف لي القدرات وتدرب القيادات الشابه الجديده بداخل من داخل المؤسسه ومن خارجها عايزك تنقل الخبرات لكل العاملين في المؤسسه والمؤسسات الاخرى لان ده دور جزء من رساله ومهمه الوظيفه بتاعتك عايزك تشارك في عمل ابحاث جديده تخص القطاع الخيري الانساني التنموي من جهه ومن جهه اخرى تواجه المشاكل اللي بيواجهها القطاع تدافع عن حقوق المجتمعات المهمشه داخل المجتمعات الاشد فقرا، المجتمعات اللاجئين النازحين، مسانده الحكومات المحليه الى اخره الى اخره. ال 11 نقطه دول اللي هم بيكونوا ايه يا شباب؟ ال 60% في 70% من الوصف الوظيفي للمدير الاعلى. ما هياش وظيفه تقعد فيها تنفذ بصبعك وال30 ل 40 هيدير المجموعه اللي شغاله مع من المدراء الكبار ده بالنسبه لاعلى اداره في المؤسسه اللي بعد كده ننزل بقى اللي هم الدايركتورز اللي هم الاقل منه شويه بنديهم من 50 ل 60% يقوموا بنفس اللي انا قلته قبل كده و40 ل 50% يديروا الادارات اللي تحتيهم. ننزل للايه؟ اللي هو السينيور مانجر، المدير الاعلى. بنديله 40 ل 50% بيعمل نفس الشيء اللي كان بيعمل بيه المدير الكبير. عشان ينمي قدراته وتنمي قدراتها. ها؟ وال 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 50 ل 60% بيدير الموظفين اللي معاهم. المدير الاوسط للميدل مانجر 30 40% للقراءه والتاهيل وكذا 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 و 60 ل 70% اللي هو بنتكلم فيه عن اداره التنفيذيه للمؤسسه او القطاع بتاعه او اللي هو الايه الاداره بتاعته. المدير الاصغر اللي هو الجونيور, 20 ل 30% للقراءه والتاهيل اخره و 70 ل 80% في التنفيذ. كل ما نزلنا لتحت كل ما نسبه التنفيذ بقت ايه اعلى. منسق اللي هو كوردنيتور 15% القراءه والتحليل الى اخره و 85 ل 85% علشان يدير اللي حواليه يعمل عمل تنفيذي يعني هيبقى هو يعني هيعمل عمل تنفيذي الموظفين العاديين والسكرتارية 10 لـ 15% يأهلوا نفسهم من وقتهم وبعدين 80 ل 85% ان هم ايه بيقوموا بعملهم التنفيذيه اليوميه حتى السائقين حتى الموظفين الأمن حتى المنظفين نعطيهم الفرصة أنهم يقروا ويحللوا ويجيبوا أفكار جديدة من المجتمعات اللي هم عايشين فيها يعني شوف قد إيه دي الجديد في الموضوع يا أخت يا أخت مؤمنة الجديد إن أنا بقول لك أنت عندي عايزك تجيب لي حاجة جديدة أو عايزك تجيب لي حاجة جديدة فأنا بديك الوقت الفارغ ده عشان تطوري المؤسسة من أعلى لأسفل ومن كل الاتجاهات ده الحل وصف وظيفه جديد للجميع يدخل فيه اللي هو اللي احنا اتكلمنا فيه ايه الخاتمه بقى خاتمه علشان انا قلت هخلص بدري اشوف الساعه كام دلوقتي لا ده للاسف ما خلصناش بدري لسه بتاع 10 دقائق احنا مين بقى نحن نبني هذه المؤسسات من اجل خدمه المجتمعات وليس من اجل خدمه اشخاص أو عائلات أو أحزاب أو جماعات كل التشكيلات دي كلها تعد جزء من النسيج المجتمعي الكبير أوعى حزب يقول لك أنا الوطن أوعى جماعة تقول لك أنا الوطن أوعى تشكيل يقول لك أنا الوطن لا أنت نقطة دوت في صورة الوطن الكبيرة ولست أنت الوطن ول... أو كل مذهب او اصحاب مذهب يقولك نحن الوطن ابدا 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 احنا بنبني اوطان من المؤسسات دي علشان تخدم مجتمعات اللي مش تخدم احزاب الاخر زي ما انا المجتمع اللي احنا بنتكلم عليه بيحتاج مننا في العصر ده بناء تشكيلات مؤسسيه اصبح هو مجتمع او عصر المؤسسات تشكيلات المؤسسية وليس العنترية الفردية الإبداعية الفردية المخمخية المخمختية خلاص بطلنا المخمختيات دي من زمان إن المجتمع يحتاج منا في عصرنا الحديث إلى هذه التشكيلات المؤسسية لتكون قاعدة البناء المجتمعي القادرة على بناء كافة المسارات المجتمعية التي تقدم الخدمات لأبناء الوطن فحينما نتصدى الى بناء هذه القواعد المجتمعيه يا شباب علينا ان نؤهل ابناء هذه المجتمعات واجيال هذه المجتمعات على قياده التتابع 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 ليست الخلود ما فيش انسان مخلد يقعد في المركز بتاعته 40 سنه التتابع على قاعدة التتابع في مسيرة البناء المجتمعي فكل منا يسعى إلى تسليم المهمة مش القبض على زمام المهمة لا تسليم المهمة إلى من بعده على أكمل وجه وليس اتباع سياسة أنا من بعد التفاض وكلما جاءت أمة لعنت أختها فضلية. إن قيادة المجتمعات مسؤولية ومهمة شاقة لابد علينا من أن نعد لها الأفراد الصالحين للقيام بها على أكمل وجه غير ناظرين في كثير من الأحوال إلى الثقافة والمرجعية الدينية والعرقيات والتاريخ آه، نشأ فيه إذا عندك استاجره يا أبي إن خير من استاجرت القوي الأمين القوي الأمين القوة في الأداء والامانه في 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 التعامل مع الناس. فالوطن هو البوتقه التي تنصهر في داخلها كل هذه القيم والاخلاقيات والاعراف والثقافات الممثله لشخصيه هويه الوطن والمواطن. فان اردنا ان نبني وطنا او ان نبني مجتمعا فعلينا ان نبني الفرد القادر على صناعة هذه التشابكات الهندسية داخل أركان الوطن الفسيح لكي يصبح وطنا متماسكا قويا أو نبنيها بين جنبات المجتمع التي نسير بينها لكي تكون هذه المجتمعات الصغيرة المتشابكة هي الصانعة للوطن الأكبر مهما واجهتنا الخطوب والظروف أنا بنهي الآن علشان يكون قدامنا جزء كده أتحدث دي مع الشباب أتمنى أن الشباب يرفعوا عن أنفسهم برقع الخجل في السؤال برقع الخجل في السؤال علشان أتعلم أنا عايز أتعلم منكم الأسئلة اللي أنتم بتقولوها قليلة جدا 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 وخلال الثلاث محاضرات اللي فاتوا يمكن خمس أو ستة أو سبع شخصيات فقط اللي هم في خلال السبع او ثمان ساعات اللي احنا قعدنا فيهم مع بعض او خمس او ست ساعات قعدنا فيهم مع بعض هم اللي كانوا بيسالوا وبقت الشباب ما بيسالوش اتكلموا تفضل يا اخت مؤمنه الله يعطيكم العافيه دكتور يبارك بجهودكم يا رب الحقيقه في كم سؤال على الشات الان المجال مفتوح يا اخوه يا اخوات اللي بيحب يشارك يرفع يده لنفتح له اللاقط في سؤال دكتور عشات من الاخ من الاخ زكريا زكريا اه نعم انا فاكر الاسم ده نعم نعم دائما بشارك معك هل تكفي الثقة أم لابد من وجود نظام داخلي وإجراءات وسياسات وفوقه الثقة؟ الأنظمة اللي بتتنفذ هي اللي بتكسب الثقة. ان الله لا يدع بالسلطان ما يدع بالقران عندنا السياسه وعندنا القران ما بننفذوش لان السلطان مش عايز ينفذه لكن انت في الاول زي ما الاخ زكريا قال ايوه عايزين سياسات اي ايوه عايزين قوانين ايوه عايزين اطر لينا واخد بالك علشان نمشي من خلالها طب من يحدد هذه السياسات دكتور اللي بيحدد السياسات دي رؤساء المؤسسة ورؤساء المجالس الكبيرة يعني المجالس الإدارية الكبرى بتحدد أو المجالس الأمنائية بتحدد السياسات المؤسسة في البداية بيكون هم لوحدهم المؤسسين بعد كده هو بيشترك في تحديد السياسات دي الموظفين بعد كده بيشترك في تحديد السياسات دي والمهمة اللي هم الموظفين فقط مش في المكتب الرئيسي لكن في المكاتب الميدانية فلابد يكون في استشاره قاعدية قمميه. أنا عايز أعمل استراتيجية مثلا يا أخت مؤمنة. نعم. أعمل إيه؟ ممكن تاخديها من من فوق لتحت أو من تحت لفوق، أنا بالنسبة لي لن آخذها من فوق لتحت. على الإطلاق. لماذا؟ أقول لك لماذا؟ لأن بتكلم عن التمكين بتكلم عن اللي هو اللي هو التمكين ولا تاني؟ والتفويض. والتأهيل أه. فانا بعمل ايه؟ انا بعمل اللي هو انا مثلا عندي 15 مكتب في العالم وعايز اعمل استراتيجيه لمؤسستي اللي هي اسمها رواد فانا كرواد بعمل ايه؟ بحط البارامترز اللي هي المعايير اللي كل مكتب بيضعها علشان يملأ لي من وجهه نظر المكتب الميداني ده او المكتب الرئيسي انا اعمل ايه في الاستراتيجيه بتاعتي؟ واديهم مساحه ان الاستراتيجيه تكون جزئين جزء او السياسه تكون جزئين، جزء يحقق ما تريده الدوله او الجمعيه بتاعتي اللي موجوده مثلا في الداخل السوري او في اليمن او في او في مصر او في, في العراق الى اخره، والجزء الثاني يحقق السياسه الكبيره بتاعة المؤسسه. هنا التشاركيه وفق معايير واحده. وكاننا بنبني بناء بنفس احجار الطوب بنفس اللي هو نوع الاسمنت بنفس نوع الرمل لكن شكل البناء قد يختلف من مالي وتشاد الى لندن وامريكا الى اخر الى آخر. لكن الكل اشترك. تعرف الكل اشترك يعني ايه يا اخت يا اخت مؤمنه واخي اخ زكريا يعني هم هتكون المشروع ده بتاعهم هم. فيثق في المؤسسه أكثر وأكثر وقت فالثقه جزء منها ان تطبيق السياسات والمعايير مش فقط وضع السياسات والمعايير وتنفيذ التطبيق ومراجعه ومحاسبه المخطئ ومكافاه المجزي في الاخ حاتم بنرجع لاسئله الاخ زكريا بس ناخذ مداخله الاخ حاتم تفضل افتح المايك السلام عليكم يعطيك العافيه دكتور تفضل عليكم السلام ورحمه الله وبركاته فضلك دكتور عندي سؤالين صراحه السؤال رقم واحد بتحدث عن انت تحدثت عن الجمعيات لكن معظم الجمعيات انا بلاحظ فيها اربع اشخاص المدير المحاسب ممكن اثنين فقط فكيف يعني كيف بدي اطور الجمعيه هذه وكل موظفينها أربعة أو ثلاثة داي. أو اثنين. هاي النقطة رقم واحد. النقطة رقم اثنين لاحظت في كثير من الجمعيات بتمر مناسبات مثل المولد النبوي، شهر رمضان، الإسراء والمعراج على صفحاتهم على الفيسبوك. ما بنزلوا مثلا بص تهنئكم جمعية بحلول الإسراء والمعراج، بمناسبة المولد النبوي. فأنا لما قابلت الجمعيات هذه قالوا لك حرام ما حرام انا نقطتي مش حرام انا نقطتي انت الحين صرت انت مصنف على انك متشدد وهيك صار ينظر اليك انا مش فاهم السؤال الثاني بالذات في كثير جمعيات ايوه بتحط المشاريع دي اه اه بتحط المشاريع دي ليه متشدد متشدد من ناحيه انت لما الحين لما بكلمك بقول لك مثلا على المولد النبوي نزل لك بوست على الفيسبوك على الانستغرام تهنئكم جمعيه فلانيه بمناسبه المولد النبوي بقول لك لا طب يا جماعه الخير انتم امشوا حسب المثل السائد آه،, اه مش الجمعيه وده. مش اه فهمت،, فهمت فهمت التشدد نعم التشدد من الاخرين <applause> طيب تفضل الو انتهى يمكن السؤال دكتور؟ ده. الجمعيه يعني انا بتكلم عن في جمعيات ثلاث اشخاص واربع اشخاص دي تبقى لسه في في السلمه الاولى من السلم الهرمي بتاع الجمعيات. واخد بالك؟ انا ما اقدرش اقول لها اتحولي ما بين عشاء وضحاها الى 20 موظف او 30 موظف او 40 موظف. المفروض الدوله او الجهه المراقبه تراجع عندها وتشوف هل امكانيات هذه الجمعيه اللي فيها اربع اشخاص فقط تستطيع ان توظف كوادر اخرى علشان ينتقلوا بالجمعيه من المرحله دي لمرحله اخرى ولا لا لكن انا شخصيا قد يكون دخل الجمعيه لا يؤهلها من خلال الرؤيه بتاعتها او من خلال المشاريع بتاعتها او من خلال كفاءه العاملين فيها فبتستمر على انها قايمه على التطوع فقط يقول لك احنا مش عايزين نوظف حد في جمعيات بترفض انها توظف ناس فلن تنمو لن تنمو لان جزء من التوظيف هو تفريغ ناس عندهم كفاءه ومهنيه علشان يطوروا الجمعيه التطوع شيء جيد جدا من الشباب لكن مع التطوع لازم يكون الناس قائمين على الجمعيه كموظفين بالنسبة للكلمة الثانية بتاعة المناسبات أنا كان عندي مشروع زمان اسمه صلي على النبي وقوي سمعت أخ حاتم عشان أحيي فيه سنة كفالة الأيتام وكان عندي كده كان عندنا مشروع كده مسمينه إحياء السنة النبوية كل الأحاديث اللي بتحمل النزور إلى الزكوات الى الحاجات دي كلها علشان اشجع الناس انهم يعملوا تبرعات الى الختان الى العقيقه الى كذا الى كذا الى كذا ده كان مشروع انا مش انا استغفر عملناه في عام 1986 لما كنا بنفكر بالطريقه العاطفيه اللي بتكلمنا قبل كده اللي هي تقليدية علشان نخلي الناس تحول كل احتفالاتها الدينيه الى مشاريع مجتمعيه اما اللي يقول لك حرام ومش حرام قول له جزاكم الله خير يعني وخلاص يعني ما تخشش في جدال مع حد يعني في 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 في, في الفقه كتب كثيره في تمام مذاهب لاهل السنه تمام مذاهب لاهل السنه يعني من حكمه الخالق سبحانه وتعالى ان جعل لاهل السنه فقط تمام مذاهب في اجتهادات مدارس اخرى بس في زمن مذاهب معتمده فبالتالي اللي بداية واسع ربنا يحنن عليه تفضلي يا اخت الله يبارك فيكم دكتور سؤال الاخ زكريا الثاني ايهما انفع للمؤسسه المدير الذي يصل الى منصب الاداره بتدرج اداري ضمن نفس المؤسسه او من ياتي من مؤسسه اخرى وقد يكون مجال عملها مختلف طيب انا مش هديك قران ابيض واسود طبعا التدرج هيكون فهم المؤسسه من تحت لفوق وده هيكون اقرب لفهم المؤسسه وفهم فلسفتها وفهم قيمها وفهم اخلاقياتها وانا حضرت وظيفتين هنا هو واخيرا اختاروا ابن المؤسسه اللي بدأ في العمل ده سنة 96 كموظف صغير كان لسه متخرج عنده 22 سنة. دلوقتي في 2021 أصبح هو مدير قطاع المشاريع اللي ميزانيته بكمية مليون. جنيه استرليني. خدت بالك؟ نعم. ده شيء آه علشان أوصل الشاب الصغير ده في خلال المسيرة دي اللي فوق دي لازم أخش في اللي إحنا قلنا عليه اللي هو الحل. التاهيل والتدريب وكذا والتمكين والتفويض والاحترام والى اخره الى اخره الى اخره. علشان يستطيع هو وهو في المسيره بتاعت ال 20 سنه او هي في المسيره بتاعت ال 20 سنه بتاعتها دي انها تتعلم مش فقط من داخل مؤسسه يبقى تعلم احادي بل يتعلم من علاقات المؤسسه بالمؤسسات الاخرى في المسيره ال 25 سنه. ممكن يكون الشخص اللي جاي من بره ده اكثر ابداعا من ابني بمنا... يعني على... على اساس ايه؟ على اساس اشتغل في مؤسسات قريبه من هذه المؤسسه يستطيع انه ينقل الخبره المعرفيه من نفس المؤسسات الى الخبره المعرفيه نفس نفس يعني نفس ايه؟ نفس المهنيه انا كنت بتكلم عن ايه؟ انا كنت بتكلم عن ان انا بنبطح ان في واحد جاي لي من امريكا واخد دكتوراه في كذا طب وانا مالي؟ قال بايه يعني؟ واحد جاي لي من من شركه الغاز طب كويس وكل حاجه، ايه المشكلة؟ ايه يعني ايه المشكلة؟ أنا بقول لكم أنا ما... أنا مش بشتغل مع مؤسسة الغاز. قد تكون اللي هي السياسات بعض السياسات متفقين عليها، لكن ميكانيكية العمل مع المشاريع وفهم المشاريع وفلسفة المشاريع والتعامل مع الناس تختلف تماما عن مادة أنابيب الغاز وسعر الغاز والاستثمار إلى آخره إلى آخره. فانا بحاول ان انا اميل لابن المؤسسه اكتر من الشخص اللي جاي من بره الا اذا كان هذا الشخص اللي جاي من بره او المره جاي من بره جاي من نفس القطاع بخبره مختلفه نعم ده بالنسبه للسؤال الثاني الاخ زكريا طيب هون في سؤال دكتور الان اللي عم نشوفه نحن حقيقه على ارض الواقع الشائع بالمؤسسات او المنظمات انه دائما عم تسلم المناصب الاداريه للاقارب او المعارف لا حرام انا عندي نهائيا أنا... اه انا عندي حرمه مش حرمه يعني امراه عندي تحريم 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 أن لأن المال شوف يا أخت بقى مؤمنة بقى واللي يسمع يسمع واللي يزعل يزعل واللي يضرب راس الحيطة يضرب راس الحيطة المال مش مالك هلا جلست في بيت أبيك وأمك الرسول صلى الله عليه وسلم قال سيدنا للعامل اللي كان عنده وقال دي ليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودي ليا المال مال الفقير مش مال أسرتك لو كنت انت عامله فاونديشن يا اخت مؤمنه مؤسسه يعني والمؤسسه دي بتصرفي انت عليها من مالك الخاص كشركه او كمصنع من حقك تحطي ابنك وبنتك لكن اما تيجي الجمعيه عامه زي الجمعيات غالبه الجمعيات هذا محرم في وجهه نظري انا وقول اللي بيعملوا كده دي فتوى مجتمعيه مش فتوى شرعيه افتى بها فلان الفلاني روحوا كلموه والا هتبقى دولة بيننا الام انا اعرف مؤسسه في بلد ما دون ذكر الاسماء الاب والبنت والولاد الثلاثه ما هو هذا الشائع الان غلط دول دول فناكيش دول مش مؤسسات دول ارزاقيه دول أرزقية أنا بقول لك أهو وعلى وعلى الملأ وعلى الهوا اللي بيسمعني يروح يقول لهم يقول لهم فلان فلان بيقول إنك أرزقية لأن المجتمع فيه عيلة بتتكون من 100 واحد صح؟ اللي يعني عيلتي مثلا أو عيلتك لكن في مليون شخص آخر أحسن من أبنائي وأحسن مني وأحسن مننا كلنا ليه ما استفدتش منهم؟ القوي الأمين هنا مش القريب لا اللي القوي المهني المهني اللي عنده خبره وعنده امكانيه لكن دي انا شخصيا في العمل المجتمعي بحرمها جميل وبنظر لهذه المؤسسه نظره دونيه لانها مؤسسه منكافئة على نفسها في الاخت فاطمه عم تقول المشكله في المدراء في المؤسسات الخيريه انهم لا يتركون في قدرات الموظفين والمتطوعين يبقى هو فاشل جميل هتقول لك ليه فاشل؟ ليه؟ انا المدير ده زي المدرس مهم. ممكن يخش له طالب خايب لابد ينجحه هينجحه ازاي؟ هيعلمه لما تجي انت كمدير او رئيس مجلس اداره تقولي لي اصل الشباب دول مش جاهزين بقالهم معاك قد ايه يا ابني؟ بقالهم 10 سنين يبقى انت اللي فاشل انك في ال 10 سنين ما قدرتش تمكن بالتفويض بتاعك الشباب انهم ينتقلوا من مرحله الى مرحله يبقى انت مدير فاشل. فاشل فاشل طيب دكتور هنا خطر لي سؤال انت قديش بتحدد تقريبيا وسطيا انه المده لتاهيل الكوادر سواء موظفين او متطوعين بالمؤسسات الخيريه؟ ما تقدريش تعمليها بالشهر. ولا بالسنه ليه لان في ناس يكونوا مستوى استيعابهم عالي جدا وفي ناس بياخدوا وقت طويل طب انا هون كجمعيه خيريه لازم اقدر يعني هذا الموضوع راح يكون مرهق علي اذا بدي افصل بين الاشخاص اللي عندهم قدرات ومهارات وبدهم بس شويه تاهيل او الاشخاص اللي ابدا يعني عندهم دافع بس ما عندهم مهارات طيب ما كل كل حيقوم بالوظيفه اللي هو ممكن يقوم بيها كل مهيئ لما خلق له واخد بالك فحتى اللي ما, ما عندوش مهارات ده ولا ما عندش مهارات دي هتلاقيها بتعمل وظيفه احسن من اللي عنده 50 مهاره بس انت اكتشفيها ما اكتشفي يا اخت يا اخت مؤمنه انا في الكلام اللي انا قلته لو انت رجعت اللي هم الايه اللي دور اللي المدير بتاع الكبير ده انه يكتسب الطاقات والقدرات بتاع الشباب دول هيلاقي واحد مبدع في كذا واحد مبدع في كذا واحد مبدع في كذا انا نمي قدراته بناء على اللي هو امكانياته مش على ما اريد نعم هديك مثلا في كره القدم انا ممكن اشتري لعيب وعايز اجيب جون هو ما يلعب في مهاجم يعني هحط مهاجم مش هيجيب جول فانا عشان كده معامل الاكاديميات نرجع بقى لما قبل كده في كل الانديه الكره الكبيره الأكاديمية دي بتعمل لك ايه بتجيب الأطفال من سن 7 سن سنين 8 سنين تبتدي تدربهم عشان قبل سن 15 سنه يكتشفوا مهاراتهم الفنيه في مجال لعب كره القدم فبالتالي انت كمديره لابد تكوني قاعده متفرغه علشان تشوفي امكانيات وقدرات هؤلاء الشباب. تبتدي تنميهم. وتنميهم بالاستشاره معاهم، قد يكون الشاب نفسه مش عارف ان هو عنده القدره دي، تقول لا انت عندك دي. توكل على الله، فيبدأ وهو كان قبل كده خامل. صليت على النبي يا أخت المؤمنه؟ اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. معناها انا 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 اعوذ بالله من كلمه انا واخد بالك ده أه لا درست اداره ولا خريج اداره ولا كذا ولا كذا انا خريج طب ايش دخل ده في ده من الشارع هل انا اعرف كل حاجه لا ما فيش حد يدعي انه يعرف كل حاجه لكن بالتالي انت لابد يكون عندك المساحه اللي بتعطيها للشباب عشان ينمو <applause> وتقولهم لهم توكلوا آه. على الله، تبثي فيهم الثقه، اللي هو السؤال بتاع حاتم بتاع زكريا في الاول. لو انت بثيتي فيهم الثقه هيعملوا لك حاجات ابداعيه. تفضلي. آه في هون الأخ زينب عم آه بس اخ حليم آه شوي لو سمحت بس لانه المداخله آه ردا على الدكتور. الأخت زينب تقول هل يصح الحكم على مؤسسة عائلية أنها غير متمكنة وغير صالحة للعمل معها فقط لأنها عائلية؟ لا 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 هي فهمتني غلط نعم قلت لك إذا كانت المؤسسة دي مؤسسة أنشأتها عائلة يعني المال مالها والفكرة فكرتها من حقها أنها تدير مؤسسة إحنا بنسميها عندنا هنا اسمها فاونديشن زي مؤسسه فورد وزي مؤسسه انت مثلا عيلتك اسمها ايه يا اخت يا اخت مؤمنه عبد الكريم مؤسسه عبد الكريم راجل مليونير الله يرحمه وساب الزكاه بتاعته كل سنه فممكن مؤمنه واخواتها هم اللي يديروا المؤسسه دي بالاضافه الى بعض الناس اللي هم اه اه مهنيين معاهم لان ده مالهم معايا اخت زينب بس شوف زينب ماشي معانا على نفس خطه لكن لو انا عامل جمعيه زي رواد مثلا او زي عطاء مثلا عندكم او زي شفق مثلا او زي غسه اسلاميه مثلا او زي أوكسفام او زي سيف ذا تشيلدرن وجيب بقى مسكتها الاب واولاده ما ينفعش ليه بقى يا اخت زينب لان هم بيتعاملوا مع المال العام وليس المال الخاص في المال الخاص من حقك انك تدريه لان ده مالك وان كنت انا كحكومه ممكن الزمك بتعيين بعض المهنيين يدير مؤسسه اما المال العام مش من حقك انك تخليه دوله بين مجموعه منش... من... من ما انا قلت لك انا قلت لك ثقافه واحده ما ينفعش مجموعه واحده ما ينفعش احنا واحدة ما ينفعش فبالتالي الم... مثلا انا ضربته ده في بلد ما من بلاد العربيه ما كانش مؤسسة اسمها فاونديشن نو 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 كان مؤسسة عامة ليها مساجد وليها مدارس وكذا 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 وكانوا بيجمعوا باسم المؤسسة مش باسم عيلة هنا الحرمانية معايا أخت زينب؟ معايا أخت زينب؟ زينب م... س... جاوبي الدكتور بعد إذنك إذا معنا؟ نعم معنا اه يعني انا انا بقول لك انت مالك الخاص افعلي بيه ما شئت حتى يعني انا اجيب خالتي اجيب عمتي اجيب جدي ما فيش مشكله لان ده مالي لكن انزل للشارع واخد مال العامه واتصرف بيه كانه مال خاص بتاعي انا وانا اوزع هم و... 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 ليه دلوقتي بعض, ال... بعض بعض الناس في العالم كله بيقولوا للوزراء ورؤساء الجمهوريات انت بتعين ابنك ليه انت بتعين بنتك ليه انت بالعاده من اختك ليه؟ عم مش, مش, مش كلنا بنقف مواقف سياسيه من هؤلاء الناس نفس الموضوع لانه مال عام مال ارمله ويتيم وكذا شكرا يا اخت زينب رضي الله عنك اخت زينب جاوبك الدكتور انه الفرق بين المؤسسات الفاونديشن والجمعيات بنرجع لسؤالك الثاني بس ناخذ مداخله الاخ حليم لانه من زمان ناطرنا تفضل اخي افتح المايك السلام عليكم يا دكتور هاني اهلا تاني انت ح... انت وقعت قلبي يا حليم انت يا فندم احنا فرصه ان حضرتك معانا يعني مش عارفين يعني إيه الله يجزون يجزيهم بخير منصه التكامل ان هم اتاحوا لنا اكاديميه الرواد التكامل ولا <الرواض> الرواد؟ الرواد الرواد التكامل دي حاجه تانية عندنا اكاديميه الرواد اتاحوا لنا هذه الفرصه القيمه الثمينه فلازم نستغلها بقى طب وتوجعي قلبي؟ اه مستني مشوقع قلبي سعادتك ربنا يديك الصحه يا رب ويبارك في عمرك جميعا جميعا سعادتك تحدثت في حاجات مهمه جدا انا هلخص بعض النقاط سريعه بدون تف... بدون بدون استفاضه ولا بدون تطوير. انا تعاملت مع كثير من المدراء لم اجد افلح ولا يعني اكثر بصمه من المدير الاجتماعي ايوه لا بس انا هقول لك حاجه اشرح لنا يعني ايه مدير اجتماعي يعني زي ما حضرتك تفضلت ان هو يكون قريب من الناس لا لا يتعامل من منطلق السلطه يتعامل من منطلق انسانيه مع الحزم لين وحزم لين وحزم هذا هذا باختصار شديد ال 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 الوصف الوظيفي للمدير في كثير من المؤسسات الاهليه لا يلتزم به حرفيا بل يشغل يشغل نفسه بربما يشغل نفسه بتنميه موارد ماليه وينسى وينزل الى هذا المستوى وينسى مساله التفكير من اعلى الاستراتيجيات والخطط والى اين تسير المؤسسه والاولويات وكل هذه الامور. الامر الاخر المؤسسات المؤسسات الخيريه او الاهليه البعض منها معايير اختيار المدراء يتم لاعتبارات ليست مهنيه بنسبه كبيره بل لاعتبارات وانا يعني مش عايز اذكر بعد وصلت بحاجة. وصلت وصلت الفكره اه وصلت يعني كفايه كده كفايه كده عليا بقى النهارده لا لا كمل 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 في حاجه ثانيه عندك لا ال ال انا كنت اجتماع الوصف الوظيفي اه الوصف الوظيفي لا ما فيش حاجه غير كده كويس قوي اتفضل <applause> شكرا يا اخ حليم الله يكرمك هتغني علينا امتى بقى؟ هو اهواك واتمنى لو مش انساك <applause> دي احلى اغنيه انا بحب اسمعها <applause> الله يرضى عليك اتفضلي يا اخت مؤمنه طيب في سؤال ايضا للاخت فاطمه كيف نتعامل مع كوادر الكوادر أو الكادر الذي يأخذ وقت أطول ويحسد الآخرين الذين هم أسرع في التطور وينشر سلبياته هل ترى أن التأهيل هو لتجنب هذا التصرف السلبي من من العمال هو من هو, هو, هو من لو احنا بن... التأهيل ده قاعدة. بحطه كشرط عشان كده لما باجي اوظف اي حد من الشباب ساعات بديله فتره اختبار ثلاث اشهر وساعات اديله فتره اختبار ست اشهر وساعات لما يكون وظيفه عاليه يبقى سنه ومن حق في السنه دي لو ما انجزش اقول له مع السلامه الاول شرط يا اخت زينب ويا اخت فاطمه ويا اخت مؤمنه اخر نور انا بقول لك تعالي اشتغلي عندي ككوردينيتور يعني منسقه هديك ثلاث اشهر انجزتي بقيت زي الفصيح اللي من البدا يصيح كملتي واديتك سنه وساعتين وثلاثه ما انجزتيش خلاص بديك الفرصه ساعات بتبقى ست اشهر وساعات عند المدراء الكبار بتبقى سنه عشان اقدر اختبر مجالاته لو انا بحول متطوع يا اخت فاطمه الى موظف عايز اهله انا عندي مشروع بحاول اعمله دلوقتي واخد بالك وده حلم حياتي من زمان من 20 سنه تقريبا ان انا اسافر مع الشباب دول عشان نعيش مع بعض اسبوعين في اتوبيسات وفي طيارات وفي شوارع وكذا, وكذا 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 ونتناقش نتناقش نتناقش عارفين كلمه نتناقش دي معناها ايه؟ معناها ان انت تكتشفي نفسك انت تكتشف نفسك مش مهم انك تشتغل في المؤسسه المهم انك تجد نفسك واخد بالك فلو انا واخد متطوعين دول يا اخت فاطمه وعايز احولهم لموظفين يبقى عندي اداره المتطوعين بتنتقي في خلال الست اشهر او السنه مجموعه من الشباب تخرجهم من هذا المستوى لهذا المستوى لهذا المستوى لهذا المستوى وتتدرج مع الاصلح منهم واقول لهم كده من الاول انا هديكوا فتره زماله الزماله دي واخد بالك ست اشهر مصر او الزماله دي سنة مثلا نعمل فيها ايه اخت فاطمه الزماله دي بنقول لك تعالي هنلففك على كل الاقسام عشان تعلم ولا بد انت بقى تظهري رغبتك على التعلم وتظهري قدرتك على الابداع انا بديكي فرصه ما اظهرتيش مع السلامه اظهرتي هناخدك بعد كده نوظفك في المكتب ده والمكتب ده والمكتب ده من اول الاول شرط اخر نور فالمتطوع بالنسبه لنا يا اخت فاطمه ويا اخت زينب عشان عشان سؤال انت بس, بس يا اخت مؤمنه المتطوع ده بالنسبه لي هو اغلى استثمار داخل اي مؤسسه وليس المانح معايا المانح قد يعطيك اليوم ما يعطيكيش غدا لكن المتطوع لابد ان انا احوله من متطوع الى مؤازر الى مناصر الى مبدع الى موظف الى قائد مجتمعي لان هو ده الحلم الكبير اللي احنا عايزين نخرج ناس زي انت يا اخت مؤمنه او زينب او حلي او فاطمه او زكريا او كل الشباب دول كلهم انهم يكونوا هم اللي يستطيعوا يقودوا المجتمعات ازاي؟ من غير ما ناهلهم ونحطهم على المحك اديك يعني انا مثلا ولا مثلا يا بنات او يا اخوه في نفس الوقت رئيس مكتب امريكا للاغاثه الاسلاميه كان متطوع في الاغاثه في الثمانينيات هو في ثانوي خلاص وضحت الصوره نعم دكتور وبعدين في نقطه استني بس رئيس حاجه اسمها الدي اي سي -E اللي هي لجنه الطوارئ الدوليه بتاع بريطانيا كان متطوع في الاغاثه الاسلاميه في 91 و92 وبعدين بقى كان المدير العام بتاعها وبعدين انتقل المؤسسة هي بسم الله ما شاء الله يعني اكبر مؤسسات في بريطانيا معايا بعض الشباب اللي دخل متطوعين في الثمانينات والتسعينيات انتشروا في العالم كله ليه لان انت افرضت لهم المساحه يا اخت فاطمه البذره اللي ما تاخدش مساحة شجرتها هتبقى ضعيفة لما تحط البذر كده جنب بعض ملزق بعض هيطلع العدام بتوع الشجر لازقين في بعض ها هيطلع لك ايه لازقين في بعض واخد بالك لما يلزقوا ببعض مش هيطلعوا سيقان قويه لكن لو حطيتي مسافه اللي هي المساحه سبيس لكل بذره اللي هو لكل شاب متطوع عشان ينمو داخل مؤسسه حينمو هيبقى قائد بيزنس قناه وتعالى. يا اخت الاخت فاطمه تقول مثل ماذا التدريب؟ لازم ادربه للعاملين. آه هو طبعا بيعتمد في عايزين في العمل الخيري ولا في اي حاجه في عمل خيري يعني؟ العمل الخيري خلينا طيب صلى صلى على النبي. أنا تعرف أنا مبسوط النهارده ليه يا أخت مؤمنة؟ لأن أنا شايف أولا آآ آآ ثلاث أربع أخوات بيسألوا كانوا مستخبيين دول قبل كده والأسئلة كترت واخدة بالك في آخر في آخر محاضرة جميل وأنا محضرة أسئلة دكتور كمان وأنت محضرة أسئلة يعني مش مش هنخلص النهارده المهم هو الحديث معك ما شاء الله شيء آه. المؤسسة بتبنى على ركائز معينة اللي هي الإدارة اللي هو زي ما تقولي الموظفين شو الموظفين اللي هي الماليه المشاريع الاعلام وجمع التبرعات دول الحاجات اللي في داخل المؤسسه المتطوع يتدرب عليها لازم دول كانك انت داخله انا ما اعرفش بس انت ايه انا مثلا في كليه الطب علشان نعدي المرحله النهائيه المرحله الاكلينيكيه بنعدي على الكيمياء بنعدي على الصيدله وبنعدي على التشريح ها الحاجات الاساسيه جميل قبل ما نخش بقى في الجراحه والبطنه والحاجات دي كلها فلو انت هتخش في اي مجال يا اخت فاطمه هتلاقي الحسابات في كل الشركات محتاجينها الاداره اللي هي الموظفين شؤون الموظفين والحقوق محتاجاها اداره المشاريع انت محتاجاها الاعلام انت محتاجاها جمع التبرعات اللي محتاجاها العلاقات الخارجيه انت محتاجاها. فدي على الاقل خمس محاور انت بتتدرب فيهم. زائد انك بقى هتسافري لمكان او مكانين من في 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 الدول الفقيره عشان تشوفي الناس عايشه ازاي فتعلمي منها. زي, زي مثلا السودان، تروحي اثيوبيا، تروحي اليمن، تروحي مثلا داخل السوري وهكذا، تروحي اليمن الى اخره. ف زي ما تقول احنا بنسميها ايه؟ هيكل التدريب بيكون في الاربع خمس حاجات دول بعد كده هو بتحط زي ما انت عايزه على حسب امكانيه الشخص وعلى حسب امكانيه المؤسسه واحتياجاتها الله يجزيكم الخير دكتور في سؤال من الاخت زينب اه ماذا تنصح متطوع لا يرى انه يقيم بعدل ولا يعامل حسب امكانياته بل يضيق يضيق عليه التسديد ما في يعني, ال... يعني انا اقول لك صلي على النبي يصبر انا اقول لك صلي على النبي انا لما جيت بريطانيا في سنه 1900 كنت انت ما اتولدتيش ولا حد من اللي قاعدين كانوا اتولدوا كلهم 1977 سمعاني يا اخت زينب واخد بالك آه كنت بعمل تدريب في احد المستشفيات في احد المدن وكنت يعني اللغه بتاعتي كانت ضعيفه فاحد المستشارين لقى في الاجازه الدكتور آه المناوب آه يعني كان مريض فقال لي انزل انت نديك وظيفه طالب وانزل عشان ايه تشوف الحالات وبتعدى المو... ال... 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 المستشار الاعلى منه كان بيكرهني عرف بالطريقه دي كلم اللي هو الاداره وقال لهم وقفوا فلان فلان ما يمسكش اسم عيال فجاء تليفون من الاداره في نفس الليله بعد ما كنت فرحان وقفت رحت قعدت في الايه في الغرفه بتاعتي في المدينه دي يوم الاثنين جه اهني قدام كل الناس يعني اهانه يعني قدام السكرتاريه وقدام الممرضات وقدام كذا امتصيت الاهانه يعني محتاج اني اتعلم وبطلت وبدات افكر في البديل لاني يعني ما اشتغل في مكان انا اهنت فيه واخده بالك وفي نفس الوقت انا كنت غريب عن البلد مش عارف اعمل ايه وده كان المكان الوحيد اللي انا اعرفه ربنا فتح عليا في مدينه ثانيه فتح عليا فتوحات غير عاديه يعني انتقلت ف... انتقلت هنا بقى النقطه هنا اصبري لانك عايز تعلمي هتلاقي مدرس يعني غلس سمج أه ساعات يعني أه بيعمل بالناس بتاع اصبري طالما انت بتحافظي على نفسك وبتحافظي على كرامتك انا ساعتها يعني رغم ما اهانه يعني فيها جارحه لا قال بس ما توظفوش فيها انسان فاعتبرتها اهانه كبيره على الملا يعني مش شتمني ما شتمنيش ولا حاجه زي كده عشان بس ما مت... تفتكروش ان الراجل لا الراجل كان مؤدب برضك بس قال لك لا ده ما يشتغلش واخده بالك فحاولت الدفه على مكان ثاني. قال لك الم تكن ارض الله واسعه فتهاجر فيها، فهجرت منها كانت اكبر منها وربنا فتح عليها لكن اصبري يا اخت زينب عشان تتعلمي وعشان اكتب لك في السي في بتاعتك في السيره الذاتيه انك قعدت شهر واثنين وثلاثه. وتعلمت الصبر. معايا يا اخت ام منى؟ نعم معايا دكتور. اتفضلي. أه حياكم الله أغفظ. كيف احمد مع الاسف هي اخر محاضره مع الدكتور واخر ماده للدبلوم طيب يا اخويا اخوات هل في اسئله اخرى الاخ بشير يقول احسن دكتور كمان كيف نحمي هذه المؤسسات الخيريه البنائيه من الاستغلاليه الخارجيه ونحد من توغل اصحاب اجندات السياسه وال الايديولوجيه والثقافيه وما الى ذلك خاصه المانحين الدوليين طيب الحمايه ببناء تحالفات وبناء شراكات وبناء الشفافيه هقول لكم بقى الشفافيه معناها ايه يا اخ بشير بشير ولا مين ولا بشير بشير نعم الاخ بشير يا اخ بشير عايز تحرجني انا وانا راجل فاسد تطلع الميزانيه بتاعتك السنويه المراجعه من مراجع قانوني المصروفات والمداخيل لو عايز تحرجني هضطر المؤسسات اللي مستخبيه تحت الارض وما تعرفش ميزانيتنا انا بكلم بعض الشباب في بعض الدول بيقول لي ما نعرفش ميزانيتنا فيها ايه محدش بيقول لنا ده ده يعتبر جريمه اخرى شو قلت لك في جريمه اللي انا اتكلمت عليه قبل كده هو او او حرمه يعني حرام دي جريمه ثانيه المال مش مالك لازم يعلن ولازم المجتمع يحاسبك عليه مش الحكومه فقط نمره واحده في الشفافيه نمره اثنين التحالف يعني نعمل ايه تحالف؟ يعني انا كمجموعه من الجمعيات عندها نفس الفكر شباب صغيرين عايزين نعمل حاجه نعمل لنا مجموعه المجموعه دي بت ايه؟ بتؤثر لمعايير إنسانية جديدة نرميها على المجتمع اللي احنا عايشين فيه لما المجتمع ده يحس ان في شباب واعي زي حضرتك اخ بشير وزي حليم وزي فاطمه وزينب وكيبه و... وكلكوا وكلكم ان شاء الله وحاتم الكرد الى اخره ربنا بالك يبتدي المجتمع يبص لا ده في بديل طب ده دول بيتابعوا له كذا طب ما بيقولوش ليه؟ يبقى انت بتعمل توعيه بطريقه غير مباشره. انت بتتكلم عن نفسك فانتوا اصبحت خمس او عشر مؤسسات بتقولوا واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه عشر بتقولوا من حق اي مواطن في الوطن انه يسال الجمعيه من اين اتتك المال؟ وكيف صرف المال؟ لان ساعات المواطنين مش عارفين ده حقهم ده اللي هو التحالفات شركات مع كذا مستوى مع الجمعيات اللي زي حضرتك او مع جمعيات دوليه نستطيع ان نؤثر فيها اوعى تروح لجمعيه دوليه سواء كانت اسلاميه او غير اسلاميه وانت ضعيف هيلبسوك الثقافه بتاعتهم سواء كانت اسلاميه او غير اسلاميه زي ما الاخ حاتم كان بيتكلم على نوع تحريم المولد النبي والحاجات دي كلها ودخلنا في حته حاره ظلمه احنا اصلا مش عايزين نخش فيها. فاذا اردت ان تدخل مع جمعيات دوليه كبيره خش ككتله. وهنا احنا بنتكلم عن بناء تكتلات وتحالفات. تكتلات معناها ايه؟ معناها احنا بنعمل زي ما تقول مظلات. والمظله دي هي اللي بتؤثر لنا كيف نعمل او كيف نتقدم بالعمل بتاعنا. فدول حاجات بالنسبه لك يا اخ بشير. تفضلي يا اختي دكتور, دكتور هون في سؤال حقيقه يعني من الواقع من واقع المنظمات الخيريه انه انا عم اعمل مع هاي المنظمه وشفناه كتير يعني بالداخل السوري وبغير اماكن لا يتم الاعلان عن الميزانيه واضح تماما واضح تماما انه في خلل في خلل بالجانب المالي هل بتنصحنا ايا كان سوريين او عراقيين او سودانيين ان نستمر بالعمل ضمن هاي المؤسسات ام انه يحرم مال هذه المؤسسات لا انا ما اقدرش اقول لك مالها حرام اها انا قلت لك يعني لا ما اقدرش اقول مالها حرام انا اقول لك عليه ان في مراقب شرعي او تشريعي اللي هو الحكومه التركيه في تركيا مثلا اللي بدات تحط عينها على كل الجماعات السوريه اللي بدأ كتير جدا من الجماعات السوريه يتحسسوا من تدخل الحكومه التركيه صح <applause> بداوا دلوقتي واقفين على قدم وساق كل الجماعات السوريه الموجوده في تركيا وكذلك لو في جمعيات سورك... يعني سوريه موجوده في مصر ولا موجوده في في السودان ولا موجوده في لبنان ولا موجوده في كذا حيحاسبوها حساب الملكين زي الاتراك أكتر. يبقى أنت عندك بقى مشكلة تانية فين؟ اللي هي المشكلة الداخل السوري اللي هي مازال الجهة التشريعية والرقابية ضعيفة لكن هنا اللي يحكمها مين بقى؟ اللي يحكمها الجهة التشريعية والرقابية اللي موجودة في تركيا أو في الأردن أو في الدول الأخرى طلع قوانين علشان نشوف كيف سوريا في المال في الداخل السوري الآن في جمعيات بتركيا هي فعليا للداخل السوري لكن ليست تحت سيطرة مثلا الحكومة التركية هي مثلا تابعة لمنظمات أوروبية أو مختلفة يعني هل, هل هي موجودة في تركيا؟ نعم نعم المقر. بتاخذ فلوس بتاخذ فلوس من تركيا؟ حساباتها في تركيا؟ الفلوس لا طبعا من المنظمات اللي تابعة لا لأد. لا بقى أنا هل هي ليها حساب بنكي في تركيا؟ اكيد طبعا لو ليها الحكومه التركيه هتجيبها يعني اصبري لكن احنا اشخاص مو محرم انه العمل ضمنهم لا انت مضطره عارفه ان الجمعيه يعني ما هياش على كفاءه عاليه مضطره لغايه ما تلاقي جمعيه احسن اخ حسني ان شاء الله المحاضرات كلها موجوده على صفحه الفيسبوك وايضا على اليوتيوب وأيضا على موقع الاكاديميه وهون بدي اكد انه اي طالب ما قدر يحضر معنا يحضر عن طريق الموقع ويسجل له حضور وباستطاعته تقديم الامتحانات وتجاوز الدبلوم بنجاح باذن الله تعالى الأخ أحمد دا عم يحكي دكتور تأصيل احترافي الله يجزيك الخير الأخ زكريا عم يحكي أنه كانت المحاضرات جدا قيمة والمحاور مهمة الأخت فاطمة عم تحكي تكتلات تستدعي رؤية موحدة أو على الأقل تؤمن بنفس الثوابت المشكلة أن المؤسسات تشكو من نوع من الفكر الفرداني والاستعلائي مما يجل توحيد الجهود خطوة صعبة أو يجعل توحيد الجهود خطوة صعبة أو. نعم أختي طيب في أي مشاركات؟ في أخ حسني، تفضل افتح المايك أخ حسني، تفضل افتح المايك حسني ده سوريا ولا مصر؟ لا أعلم طيب طيب الأخ إدريس اتفضل ما شاء الله عندك أخ إدريس أنا معطيكم إذن بفتح الميكروفون بس اقبلوه من عندكم تفضل <applause> اخي ادريس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله دكتور هاني الله يبارك فيك ويجزيك الخير على ما قدمت واجدت وافدت بارك الله فيك. جميعا. وكذلك نشكر منصه الرواد جزاكم الله خير وبارك الله فيهم. الله يجزيك الخير. اقول لك دكتور الله يبارك فيك يا من خلال الكلام وما شاء الله و... ويعني تقديم المؤسسات سواء خيريه او انسانيه ما شاء الله تبارك الله بس يا دكتور آه ومن خلال ما سمعنا من الكلام عن اهميه التشفيق والشراكه واهميه العمل الجماعي والتحالفات والتكتلات يعني العصر كذا يعني عصر تحالف وعصر تكاتف عزر تكاتل آه بين الجمعيات بين المؤسسات العمل الخيري والعمل الانساني بس على الواقع يعني في شيء يعني مؤسف صراحة يعني ما أدري كيف احنا ما نريد نتشائم كثير لكن يعني نحكي واقع ما فيش عمل مثلا بارز يعني توحدت فيه مؤسسات العمل الإنساني الجمعيات الخيرية المؤسسات الخيرية سواء صغيرة كبيرة يعني ما فيش عمل بارز مثلا كمستشفى يعني معلم كبير كجامعة يعني صرح علمي يتخرج فيها طلاب عرب طلاب مسلمين يعني يكون بارز لعده جمعيات يعني تعقد فيه مثلا يعني مؤتمرات، شراكات يعني مرجع رافد سواء للمرضى سواء لل لل للطلاب يعني للدارسين هذه بصراحه يعني وكثير يعني يذكرها كثير من الناس في الاجتماعات في اللقاءات مع الموظفين لكن يعني في صعوبه في صعوبه يعني للامانه وفي اشكاليه يعني تلقاهم يعني متفاعلين مع الفكره وعند التنفيذ يعني ابسط الاشياء يختلفوا في الابجديات ما ادري اين الاشكال يعني يا دكتور وانت يعني آه يبدو من مكان يعني ان شاء الله رفيع توجيهاتك يعني او شيء تعديل الفكره تصحيح الفكره دعم اثراء الفكره او شيء تفضل يا دكتور الحمد لله استاذ الفكره ان احنا نتفق على مشروع بسيط زي كره الثلج يعني لو انت بتتكلم على انشاء مستشفى بتتكلم على 100 مليون او 200 مليون دولار واخد بالك لكن انت تتكلم يعني مثلا عملنا مشروع بسيط جدا ده في سنه 2006 في وجود الاجتياح الاسرائيلي لجنوب لبنان اللي هو السله الغذائيه جمعنا حوالي سبع او ثمان او 10 جمعيات مش فاكر وحطينا شعار كل الجمعيات على كل صندوق بحيث ان كل الجمعيات الصغيره اللي دفعت 10000 دولار واللي دفعت 100000 دولار شعارهم متحط على الصندوق بس الكميه اللي خدتها ام 10000 دولار تختلف عن الكميه اللي خدتها ام 100000 دولار لو انت بدات بحاجات بسيطه زي كده يا اخ ادريس هيبتدوا الناس يثقوا في بعضهم ويعملوا حاجه اكبر واكبر 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 واكبر. واخبار حضرتك؟ ليه؟ لان انت عايز هن... مش لاننا كلنا عرب فبنثق في بعضنا. مش لاننا كلنا مسلمين بنثق في بعضنا، احنا اكثر مؤسسات بتعاني من اللي هو عدم الدعم وعدم فهم الفكره هي مؤسسات تنسيقيه. من أصغر الإدارات اللي موجودة في الأمم المتحدة لإدارة الأوتشا اللي هو التنسيق الإنساني. هتلاقي الملك كتير بيروح للمفوضي العام نعم. للاجئين، بيروح للج... لل... للجنة بتاعة فلسطين، بيروح للبرنامج الغذائي العالمي، الصحة العالمية، لليونيسيف، لكن أوتشا ما بيروحناش لأنها بتنسق. خد بالك؟ فدائما التنسيق صعب. والتنسيق حرفه ومهنه وايه وكذلك مش اي حد يقدر يقوم بيه. فلابد عشان تبدا تنسق وتبدا التحالفات دي كلها تبدا بالحاجات الصغيره. ما تبداش بمشاريع كبيره. والتنسيق مسيرته طويله جدا. مش مسيره زي مثلا فزعه كده عايزين نجمع فلوس م. لليمن عشان في 24 مليون او اكثر او 25 مليون عندهم مجاعة أو 19 مليون في أفغانستان عندهم مجاعة أو 39 مليون في أفغانستان بالدخل بتاعهم تحت أقل من 2 دولار إلى آخر لا ده ده التنسيق ده حاجة يعني طويلة المدى وعايز سكرتارية تكون متفرغة يا أخ إدريس يعني سكرتارية متفرغة أنا شغال في التنسيق من بعد ما تركت الإغاثة الإسلامية في 2008 وبنعاني بالرغم عاوز من مش من الناس اللي كانوا معانا يعني ذو حيثيه كبيره لكن الاموال ما بتجيش يعني تيجي على استحياء يعني مثلا كان في المؤسسه وانا وانا فيها زمان كان مكتبي الميزانيه بتاعته مليون من عشرة جنيه استرليني دلوقتي المؤسسه ما بتجمعش انا فيها دلوقتي ما بتجمعش 200 300 الف دولار لان هناك كان في اشغال مشاريع وميه وأيتام وكذا 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 وإنما بتدفع دفع التقليد العاطفي هنا في حاجة فكرية بتاخد وقت لكن لابد تثبت لأن دي حاجة جديدة العمل الإنساني المؤسسي في العالم العربي والعالم الإسلامي أنا مش هقول اللي هو جديد لكن كمؤسسي مش قديم دولي مش قديم أبداً واخد بالك؟ فدولي هتلاقيه 50 سنة إلا مجموعات الهلال الأحمر والصليب الأحمر العربية. اجتماعي هتلاقيه مستغنى عن الحاجات التقليدية اللي في الشوارع بقى والحواري والحاجات دي كلها، لكن مش مؤسسي. أنت بتتكلم دلوقتي عن عشان مؤسسية، فأنت خرجت من العمل التقليدي في الهرم الثالث أو الرابع للعمل المؤسسي اللي إحنا اتكلمنا عنه في أول محاضرة اللي هو بت بتخرج منه علشان تتشابك مع اللي حواليك فلا بد يكون لي حيثيات كثيره ويكون لي سكرتارية ويكون شخصيات تستطيع ان تقنع الناس بالتنسيق وما تبداش في بحاجات كبيره ومسيرته طويله لكن مثمره ما شاء الله الله يجزيكم الخير دكتور تفضل اخ او دكتور توفيق تفضل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالكم استاذنا الكريم؟ الحمد لله. فقط يعني الجمع بين اشكاليه الشفافيه واشكاليه يعني ان المؤسسات احيانا تخفي بعض مواردها وما يكون عندها تصريح لبعض مواردها حتى نكون منصفين سيدي الكريم. يعني في لا يعني لا نشك ولا تذهب عقولنا بعيدا الى انه نشك في نواياهم وانه في اخفاء لبعض الموارد او لاغراض معينه لا احيانا قد تضطر انت كقائد مؤسسه خيريه في خضم التامرات الدوليه وفي خضم التامرات المحليه وال الي انك تخفي بعض مواردك احيانا ايضا هذا جانب الجانب الاخر احيانا المانحين نفسهم اللي المتبرعين نفسهم يفضل اخفاء اسمه يفضل اخفاء يعني ايضا المبالغ الذي اعطاها فليس كل يعني عدم شفافيه في اظهار الموارد الماليه هو يعني قله ثقه او قله امانه لدى القائمين على الجمعيه او على المؤسسه او على المنظمه انما احيانا في امور تضطرهم الى انه يعني يخفوا بعض هذه الموارد فلازم ان احنا نكون يعني منصفين من جانب ومن جانب ايضا كيف نستطيع ان نجمع هذا السؤال موجه لسعادتك كيف نستطيع ان نجمع بين يعني مساله يعني الشفافيه وبين مساله اضطرار المؤسسه الى ان تخفي بعض الموارد بعض المبالغ لاجل تحسبات امنيه لاجل اوضاع اقتصاديه لاجل اوضاع تفضل سعيد بس يعني انا عايز افهم تخفي ازاي يعني يعني ما تظهرها في يعني في الموازنه السنويه ما تظهرها في هل هي بتخش في الحسابات بتاعتها؟ اكيد في حساباتها لكن في مثلا احيانا يعني تعرف انت بحكم يعني ادارتك لجمعيات معينه في احيانا حسابات او ميزانيات وحساب ختامي مظهر عشان المؤسسات الرسميه وغير الرسميه وفي يعني كشف حسابات او حساب ختامي وميزانيه قد تكون مخفاه شويه ليس لاغراض يعني اطماع او لكذا وانما في تحسبات امنيه تحسبات فاكيد انها بتدخل مواردها وبتدخل حساباتها وبتدخل... لكن احيانا تضطر المؤسسه الى انها يعني تشتغل بطريقتين طريقه حسابات مظهرة وحسابات مخفيه ده خطر جدا يا أخي توفيق وده قد يوصل المؤسسه الى الاغلاق او اتهام العاملين عليها بالارهاب خاصه لو كانت المؤسسه تعمل في مناطق الصراعات المسلحه واخبر حضرتك يعني مم. الخطوره في هنا في انا عارف كل اللي انت بتتكلم عنه التضييق واللي كذا واللي كذا واللي كذا واللي كذا واللي كذا, كذا. يا ما اغلقت مؤسسات وسجن سجن بشر علشان اشياء زي كده اهو فارجوك واخبر حضرتك يعني الامر ده مش سهل الامر ده صعب جدا ونهايته لان انا لك بمنتهى الصراحه بعض الدول العربيه اشد من الدول الاوروبيه في الرقابه واخد بالك يعني هم ملكيين اكثر من ملك نفسه خد بالك فانت بالتالي كل شيء ولي آه آه كل شيء ولي يا ربي ولي نصيب من الاذى يعني هديك مثلا من الامثله واخد بالك في بعض الجمعيات السوريه منذ ثلاث اربع سنوات كانت ميزانياتهم المعلنه المعلنه مبلغ معين مثلا خمسة مليون ميزانياتهم في البنك كانت 2 مليون او 3 مليون مسكهم البنك والحكومه واغلقوا لهم الحسابات واغلقوا لهم المؤسسه كويس لما ما سجنهمش قالوا طب فين بقيه الفلوس؟ راحت ازاي؟ خدت بالك اخ توفيق فانت بتتعامل مع منظومه الشفافيه انا بعملها ليه؟ علشان احمي الموظفين اللي عندي احمي المستفيدين احمي اموال المتبرعين والا واحمي نفسي كذلك والا انا شخصيا ساسجن في أي مكان في العالم أو حتام ب اه بإيه يا ربي بجريمة أو بتهمة أنا ما عملتهاش في العمل ده أخ توفيق حسن النية مش كافي أبدا حسن النية لا, لا إيه لا ينقذ من أخطأ لا خطا كبير لانهم بدور يقعد على ايه على تهريب الاموال غسيل الاموال استغلال الاموال دي في في اعمال ارهابيه او تطرفيه الى اخره طالما انت مش معلن يبقى انت بتعمل حاجه غلط مهما كانت نيتك حسن انا اعرف ناس اصبحت اسمائهم على الانتربول دلوقتي اسمع عنهم يعني تعرفهم شخصيا فالامر بجد خطير. خد لك انك تشتغل في افغانستان او تشتغل في اليمن او تشتغل في سوريا الحاجات دي كلها و كان في جلسه كنا جالسينها في سويسرا مره فاخطات ال... السيده كانت بتمثل الجمعيه وقالت احنا عندنا حاجتين حساب كاش وحساب بندخله في البنك. كل الناس بصوا لها كده انت انت قاعده فين شوف شوف من البلاهه والغباء انت قاعده في سويسرا ال... في متبرعين مش بيحبوا يدوا اسامي فبحطهم كده هو عشان ايه مش هدخلهم الحسابات حصفهم زي ما انا عايز كله بصوا وعمل عليها عام استفهام هي وهي الجمعيه بتاعتها الله يجزيك من خير دكتور طيب الأخ الأخت فاطمة عم تقول خصوصا إذا كانت المبالغ كبيرة والمصادر مختلفة طيب أخ حسني الآن فيك تعمل مداخلة سريعة لو سمحت بإمكانك فتح المايك من عندك يبدو انه ما عم يقدر يفتح المايك مش مشكله آه، في سؤال من الاخت نورة لماذا الجمعيات الخيريه الاسلاميه في الغرب لم تنجح في اثبات نفسها للعمل القضيه الفلسطينيه الى الان بلا كذا وما زالت تعاني من قيود وضغوطات وتجميد لماذا لم ينجح المسلم العربي في فرض رأيه وقضيته في الوطن العربي كما نجح اليهود في ذلك وأين الخلل ولماذا رجال أعمال العرب لا أو في خطأ رجال أعمال العرب لا يعملون لا يعملون لأوطانهم وأمتهم كما يعمل يهودي قضيته المزعومة ولماذا لا يستغل العربي المسلم تواجده في الغرب لعمل مشاريع لدعم الجمعيات حتى يتم حتى لا يتم فقد التبرعات أو جمع التبرعات ما فهمت يعني شو الحكي هو بالنسبة للجمعيات الموجودة في الغرب يعني قبلت بلاء حسن في كافة المجالات وكافة المشاكل اللي حصلت في العالم سواء كان للمسلمين او غير المسلمين دي نمره واحد عشان بس ايه نوضح الصوره لان انا ما اعرفش الاخت دي هل موجوده في اوروبا ولا موجوده في امريكا ولا موجوده فين؟ لا غالبا بالخليج الاخت نوره دي نمره واحد نمره اثنين القضيه الفلسطينيه قضيه محوريه يعني الجزائر. معقده اه معقده بطريقه آه، غير عاديه من ناحية تحويل الأموال أغلقت 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 كثير جدا من الحسابات لكثير من الجمعيات اللي بتعمل في هذه القضية وأغلقت كمان جمعيات أيضا بتعمل في هذه البلاد فهذه القضية بالذات في ناس بتستطيع انها تعمل في م... في مؤسسات ناجحه جدا وعامله بس مش بنفس الكميه اللي هي في بلاد تانية مثلا اديك انا مثل اخر مش فلسطين آه... افغانستان كنا لسه عندنا اجتماع من يومين تحويل لأفغانستان يعتبر شبه مستحيل حتى من اموالك انت اللي في داخل افغانستان في البنوك سامعه الاخت من الجزائر اسمها ايه؟ عشان بس الخطر يعني اخت نوره حتى الاموال بتاعتك في داخل كابل في جمعيتك المسجله هناك مش قادره تصرفيها يتحكم فيك نظام مالي صارم يمنعك صرف اموالك اللي موجوده في حساباتك اللي في داخل افغانستان نفسها افغانستان مش فلسطين عشان تخوفهم من ان هذه الاموال هتذهب لجهه معينه هم مش عايزينها تصلح وطبعا المؤسسات اللي موجوده هناك مؤسسات على شفافيه عاليه زي ما حضرتك فاهم فاحنا محاطين كجمعيات سواء كان في الشرق او الغرب بما بنسميه الحرب على الارهاب تكفيف اللي هو الموارد الماليه للجمعيات الخيريه العربيه الاسلاميه الامر الثاني اللي هو الاسلاموفوبيا ومع ذلك في جمعيات كتيرة نجحت في جمعيات كتيرة نجحت في هذا المجال لكن هل النجاح ده كافي؟ نحاول أكتر وأكتر وأكتر لأن الجمعيات الإنسانية ملهاش صبغة سياسية عشان كده هم مش قادرين يخشوا في معركة سياسية مع أي جهة من الجهات اللي موجودة في أوروبا أو أمريكا. اتفضلي يا أخت مؤمنة. طيب حتى لا نطيل عليكم دكتور واضح انه الاخوه والاخوات تنشطوا الان صاروا عم يبعثوا اسئله لكن نحن فعليا ما بدنا نطيل عليك في الاخ حسني ما قدر يفتح المايك انت ممكن في المستقبل يا اخت مؤمنه نعم لو في هم الشباب متحمسين لشيء معين اعملهم مش مهم تكون هو دوره او د... او اسمها دبلومه ممكن يعمل محاضره ندوه ممكن وعت... نعمل. نعمل ندوه ندوه نعمل. نعمل ان شاء الله قريبا باذن الله تعالى بعد ما تخلصوا الدبلومه بتاعتكم وانا وانا جاهز بالنسبه لكم أنا... الاخوات دول كلهم والاخوه جزاكم الله خير انا أيوة. الله يبارك فيك يا رب هو كان الاخ حسني بده يداخل بحكم تخصصه بمجال الموارد البشريه وعضو مؤسس لعدة منظمات مجتمع مدني ان شاء الله بال يعني بالقريب العاجل ستكون هناك ندوه ويحضرها الجميع لكن دكتور الله يجزيكم الخير في عندي فقط سؤال او طلب اخير خلينا نقول رساله حضرتك بحكم خبرتك وما شاء الله يعني علمك الكبير توجه هالاشخاص اللي عندهم خبره سواء اداريه او فنيه او شهادات عاليه او تقنيه وهن على درجه عاليه من المصداقيه لكن بحكم ظروف بلدهم طلعوا من البلد ومعاد وجدوا عمل شريف حتى ضمن المؤسسات والمنظمات الخيريه حكم انه هاي المنظمات غالبا عم تاخذ عم تاخذ الاقارب عم تاخذ المعارف او حاجه لواسطه فشو هي رسالتك لهدول الاشخاص بالذات والله الاشخاص دول يعني ما ينتظروش المؤسسات دي توظفهم لو كان بعضهم يعرف بعض ويستطيعوا انهم يعملوا عمل مع بعضهم يعني مبادره او اي شيء يعمله سواء كان اي عمل من الاعمال لو كان عندهم اولادهم يستطيعوا انهم يظبطوا لهم شيء يعملوه على السوشيال ميديا عشان ينشروا الرساله بتاعتهم يعني بس ما يقعدوش محبطين ما يقعدوش محبطين لو كان في اثنين ثلاثة اربعه قدروا يعملوا شيء دايما انا زي ما قلت قبل كده في المحاضره اللي فاتت لما بدأنا من 38 سنة ما كانش عندنا فلوس ولا أي إمكانيات. واخد بالك؟ فمش معنى إنهم ما عندهمش إمكانيات مادية إنهم هيفشلوا أبداً. عمرهم ما هيفشلوا. قل اعملوا صلى الله عملكم ورسولهم هيحاولوا حاولوا دايماً تواصلوا ووسائل التواصل دلوقتي كتيرة على مستوى العالم إذا كان متوفر ليهم اللي هو الكفاله بتاعه الامم المتحده او حاجه اللي هو الدخل اليومي بالنسبه لهم لكن العلم والمعرفه اللي عندهم دول يحولوه لمبادره على السوشيال ميديا يعلموا بيها اي حد عشان يتعرفوا يتكاملوا مع بعضهم لما هيتعرفوا الناس ايه تبتدي تتعامل معهم هي مشكله صعبه هي فعلا يعني مشكلة واعداد كبيره من هذول الكوادر no, no. من كل العالم العربي والاسلامي حقيقه. No. آه بنهايه هذا اللقاء آه المتميز حقيقه آه نشكر حضرتك دكتور هاني البنا باسمي وباسم اكاديميه الرواد الالكترونيه واسم منصه التكامل الخيريه على هذه المعلومات القيمه جدا. التي يعني انه تكرمت باعطائنا اياها فجزاكم الله خيرا وبارك الله بعلمكم وعملكم باذن الله تعالى نلقاكم في دبلومات اخرى متقدمه وايضا في ورش عمل ان شاء الله قريبا جدا ونشكر الاخوه والاخوات الذين حضروا معنا باذن الله تعالى نتواصل على المجموعه لتنسيق سواء الحضور او الاختبارات او الشهادات ونلقاكم على خير وبكل خير باذن الله تعالى شكرا جزيلا دكتور والله يبارك فيكم. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حياكم الله.